المأساة. برنامج مفتوح للحفاظ على الذاكرة الجماعية. وكشف التضليل الإعلامي بالحقيقة. تدوين ما جرى في الجزائر من أحداث إبان المأساة الوطنية. يأتيكم كل أحد على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر للإدلاء بشهاداتكم الحية على المباشر دون خطوط حمراء. اتصلوا بنا على سكايب راديو وطني. في كل مكان أسعد الله مساءكم بالخير، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا الحوار المباشر على إذاعة وطني، حيث سنخصص هذه الندوة اليوم حول الحجرة في الجزائر والمأساة. كنا أجرينا البارحة حوارا حول الحجرة في الجزائر والتغيير. موضوع تاع اليوم هو يتعلق بالمأساة، ولكنه هذا الموضوع هو راه يكمل الموضوع نتاع البارحة، حتى باش نفهموا بعض الأمور المتعلقة بما جرى في الجزائر طيلة هذه السنوات نتاع الدم والدموع. قبل ما نشرع في هذا البرنامج، بودي هو أن أترحم على كل الإخوة والأخوات اللي سقطوا في سنوات الدم والدموع، مهما كانت الخلفية نتاعهم ومهما كانت المشارب نتاعهم. معي على الخط أخ محمد سعيد من بريطانيا، والأخ سامي من كندا، في انتظار ربما هو أنه يلتحق بنا إخوة آخرين. الأخ محمد سعيد من بريطانيا، مرحبا بك الأخ محمد سعيد. الموضوع تاعنا اليوم هو الحجرة في الجزائر والمأساة. كيفاش الحجرة ساهمت في المأساة؟ ألو ألو. ربما عنده الأخ محمد سعيد خلل في الخط. نعم تفضل الأخ محمد سعيد، أنا أسمعك. بارك الله فيك أخ نور الدين. أولا وقبل كل شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الحمد لله رب العالمين. وكما ذكرت في التقديم أخ نور الدين، أترحم على أو نترحم على شهداء الثورة وشهداء المأساة، مأساة العشرية السوداء. ونتمنى أو ندعو الله سبحانه عز وجل أن يرفعهم إلى مقام الفردوس الأعلى، لأنهم أدوا الأمانة وضحوا من أجل هذا الوطن لكي نعيش نحن أحرار. فتحية مني إلى كل المستمعين والمشاركين في إذاعة راديو وطني من الداخل ومن الخارج، وتحية من أرض الأحرار، أرض الثوار، الأرض التي ارتوت بدماء هؤلاء الجزائريين أينما كانوا في تاريخ الجزائر. لقد تطرقنا إلى هذا الموضوع أمس في برنامج عين الخلل، الحجرة في الجزائر طبعا التغيير، وإنه لمن طبعا الموضوعية والمنطق أنك لبيت الطلب وقمت بسلسلة هذا الموضوع في إطار الحجرة في الجزائر والمأساة. وإذا تكلمنا عن المأساة طبعا هي ما عانى منها الجزائر أو الشعب الجزائري أو الأمة الجزائرية إن صح القول
في العشرية السوداء، وتعتبر نقطة سوداء في تاريخ الجزائر، حيث طالت مدتها أكثر من الثورة التحريرية، لأن الثورة التحريرية دامت 7 سنوات ونصف، أما العشرية السوداء فـ10 سنوات عانى منها الشعب الجزائر والشعب الجزائري من طرف حكامه وليس من طرف المستعمر، وهذا ما يدخل في نقطة سوداء في التاريخ الجزائري، لأنه استبد وقهر وهمش وخدر وخوف ورهب وحجر كما نقولها بالجزائرية من طرف جزائريين، من طرف حكام جزائريين، من طرف نظام جزائري وليس من طرف عدو أو مستعمر. وإذا رجعنا إلى أسباب الحجرة، هي طبعا كما ذكرنا أمس أخي نور الدين، هي تراكمات لأزمات آنذاك، ومن بين هذه التراكمات طبعا هي الشعب الجزائري أراد أن يعبر عن تقرير مصيره من خلال انتخابات شفافة، من خلال العودة إلى التعددية الحزبية، من خلال التأمل إلى غد ظاهر، إلى مستقبل يغير ذهنيات الشعب الجزائري ومسؤولين الشعب الجزائري منذ الاستقلال إلى ذلك اليوم. لكن مع الأسف لم يكن حلمه ما كان ينتظر، لكن لقي وطبعا وجه يعني بنظرة كما يقول لك استبدادية، بنظرة تهديد، بنظرة تهميش، بنظرة قتل، بنظرة إسالة الدماء وإلى غير ذلك، بنظرة حجرة. هذه الأزمات، من بين هذه الأزمات هي طبعا الأزمة الاقتصادية التي سادت آنذاك الجزائر، من خلال انخفاض أسعار البترول. طبعا الجزائر، الشعب الجزائري، الموضوع يا الأخ محمد سعيد، الموضوع متعلق بالحجرة، كيفاش ساهمت الحجرة في المأساة؟ حجرة يعني أنا جايك أخي نور الدين. نعم تفضل. لكن تفضل الشكر. فطبعا كل هذه التراكمات آنذاك، كل هذه التراكمات من خلال التهميش الاقتصادي، من خلال التهميش الثقافي، من خلال التهميش حرية الفرد، من خلال حقوق الإنسان آنذاك، أدت إلى طبعا غلق كل الأبواب أمام الشعب الجزائري، غلق كل الأبواب في إطار تقرير مسيره من خلال القوانين الدستورية المخولة له. فبدأت طبعا من الفرض للفرض آنذاك، أصبحت يعني كما يقول لك يعني الفرض يحقر الجزائري، يحقر أخوه الجزائري، يحقر أخوه آنذاك في العشرية السوداء. طبعا أنا أتكلم من خلال المعلومات لأنني لم أعش هذه الفترة في الجزائر، لابد علي أن أكون كما يقول لك واضح في كلامي، لكن من خلال تتبعي للمرحلة السوداء، المرحلة الخطيرة التي مرت بها الجزائر آنذاك، كنا نرى الجزائر عبارة عن شاشة شاشة تلفزة، فكنت على علم ما كان يحصل وسوف يحصل. ومن بين ما قلت، هذا سؤال مهم جدا، كيف ساهمت الحضرة في المأساة؟ من بين يعني البنود التي أدت إلى مساهمة الحضرة في المأساة، هو طبعا يعني التشاؤم والإحباط الكلي للفرد والمجتمع الجزائري والسلطة الجزائرية واستبدادها للشعب الجزائري برمته، هذه من ناحية. لا. فأنا أتوقع أن تلك الفترة كانت أول عواملها وانفجارها طيلة المدة، يعني 10 سنوات، هي طبعا الحجرة ويعني الاستبداد والتخويف والإرهاب وإلى غير ذلك. هذا ما أريد أن أقدم. نعم شكرا يعني الأخ سامي من كندا، مرحبا بك الأخ سامي. الموضوع تاعنا اليوم هو حول الحجرة والمأساة في الجزائر. بداية حبينا نعرفوا كيفاش ساهمت الحجرة في المأساة. تفضل الأخ سامي.
ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سنوات 90 صوت راه يتعاود. نعم تفضل. في سنوات التسعينات في حقة الأمر الجزائريين الكل تحقروا، كانت حقرة جماعية، فحتى الناس اللي ما عندهم لا نقا ولا جمل في هذاك الوقت تحقروا يعني. فمثلا ولو طرف في النزاع، ففي التسعينيات يعني كان زوج طيارين كانوا يتصارعوا، كانوا الناس اللي المجانين هذو تاع الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية نحرقوا البلاد من جهة، ومن جهة عندنا النظام الجزائري اللي تمثلوا في الأموال، تمثلوا في المصالح، تمثلوا في اللي يحرق البلاد. وبالتالي في زوج فيهم قرروا أنهم يحرقوا البلاد وإحنا تحرقنا في الوسط. يعني إحنا كان بطبيعة الحال يعني كانت لأن كانت عبارة عن مصالح بين زوج تيارات متصارعة. أسف جدا الإخوة، كان فيها خلل. المهم، ألو السلام عليكم. نعم أصبرني تشوف الأخ سامي، أصبرني دقيقة دوك نعاود نتصل بك. تفضل الأخ سامي. ايه الاخرين ما جاوش. درك نعاود ندخلهم. تفضل. ايه كما قلت لك، يعني قلت لك في التسعينيات الشعب الكامل تنحقر يعني. نعم. اللي حقروه باينين هم طيارات، زوج طيارات هذوك المتصارعه يعني، والشعب كان في الوسط، الشعب كان في الوسط، فكان الناس يعني كانوا جايبينها دوله اسلاميه سينو نحرقوا البلاد، وطيار واحد اخر يعني كانوا تاع النظام هذو تمثلوا. ميكروفون يا عيسى. يا الله يا كريم يا عيسى، الميكروفون يا الله. تفضل الأخ سامي. تفضل سامي. إيه تفضل. إيه كما قلت لك يعني، قلت لك الشعب كامل تنحقر، ويعني عن طريق زوج طيارات هذه، وفيما بعد يعني الشعب القاروحه يعني مستهدف، فيعني الشعب كان مستهدف، رغم أنه ما عنده لا نقا ولا جمل في الحرب هذيك اللي كانت ضايرة في التسعينيات. فمثلا أنا شخصيا يعني كان مثلا لوردر دابيل، الخدمة الوطنية. نعم. مثلا من أجل أنك تخدم يعني لازم لك السورسي، ولا لازم لك تسوي الوضعية أمام الخدمة الوطنية، تنحكم في فوبراج بحك كي الخروف. هذه حقرة ثانية، هذه حقرة، لأن باش تخدم لازم لك إعفاء، لو يحكموك في فوبراج مع الوثائق هذوك تاع الخدمة الوطنية تذبح كل خروف. حبيت تقول لي باللي الحقرة اللي كانت في تلك المرحلة كانت من الطرفين، يعني الناس اللي عندهم توجه إسلامي والناس اللي في النظام. ولكن مش كلهم يعني أصحاب توجه الإسلامي كلهم هما كانوا يمارسوا في الحقرة، ولا الناس اللي كانوا في النظام كامل كانوا يمارسوا في الحقرة، كانت الحقرة. لا لا لا. نعم. أنا نتكلم على الناس اللي رفضوا سلاح لي ولاو يديروا في ليفو براج. نعم. دوك اللي كانوا يحقروا الشعب، ولا واحد مثلا كان فيس ودخل لدارو يعني ما كانش يحقر في الشعب. ولكن فيهم حتى الناس هذو اللي كانوا حاملين السلاح، من خلال الشهادات ومن خلال الحوار تاعنا مع كثير من الناس، يقول لك باللي احنا ما كناش نحقروا الشعب، احنا كنا مجبرين. كانوا يصيدوا في زواوش، كانوا ينحيوا الورد، كانوا واش كانوا يديروا في بسلاح؟ الا من رحم ربك، يدير الفوبراج، واش يدير بالفوبراج؟ الاخ سامي يروع الناس، ينحي لهم الاموال تاعهم، واش كان يدير الاخ سامي؟ شوف احنا نحاولوا نتحدثوا بموضوعيه، انا ما قلتلكش باللي هذ الناس اللي راهم كانوا هما هازين السلاح وكانوا في الجبل هما كانوا يبيعوا في الورد. هما الأكيد هو أنه راهم كانوا هزين سلاح، بمعنى أنه كانوا مستعدين للقتال، هذا أمر مفروغ منه. كاين منهم اللي راهو درك هو في لما انت درك هو راه مطارد، كان مدني ما كانش عنده العقلية هذه انت أنه يحمل سلاح. كاين ربما منهم اللي كان هو مقتنع بهذا الخط انت الجهاد اللي سميه، ولكن ما كانوش كلهم على نفس الخط. كاين منهم اللي هو ظلمة، كاين منهم اللي لما وقفوه من الخدمة نتاعه وحقروه وسلطت عليه الحقرة بحيث هو أنه ما يقدر يخدم
ولا قدر يقدر يتنقل، لانه كاين فيهم ناس اللي كانوا انا نعرفهم شخصيا، كانوا ناس نعرفهم بالاسم وباللقب كانوا يمضيوا يعني الصباح والعشيه كان تحت المراقبه. كاين منهم اللي كان ابن شهيد، يعني هو ابن شهيد، يجي واحد ربما ما عندوش حتى ولده يجي هو يحقره ومن بعد ربما يمسلو الشرف نتاعو. ناس تعرف كاين منهم اللي يقدر يتحمل الذل، كاين اللي ربما لما تمسو يشعل. بالتالي درك لا شك هو انه الناس اللي راهم حملوا السلاح درك هذا ماناش نبرروا لهم درك حنا في الحمل نتاعهم للسلاح، ولكن درك هذا واقع حنا رانا درك نشوفوا فيه. واحد راهو هز هو درك السلاح طلع الجبل، لا شك هو انه راهو كان منهم اللي راهو هو قتل، يعني ما كانش هو كما قلت انت يبيع في الورد، ولا راهو كان هو مانيش عارف انا يدير في يبيع في الكوكاو. هو راهو كان حمل السلاح بمعنى انه راهو اما انه كان يقتل ولا كان مستعد للقتال، يعني لا مقتل يقتلوه. ولكن حنا دوك رانا نحكيو على الحقره دوك راهو قادر هذا الانسان اللي راهو هو حمل السلاح هو راهو في ظرفه محقور، وقادر الانسان اللي راهو درك هو في المقابل راهو في الجيش راهو درك هو في ظرفه محقور، والله هذا اللي راهو كان في الحرس البلدي راهو هو في ظرفه محقور. وبالتالي تلاقاو المحقورين في بعضهم وصاروا يحقروا في بعضهم ويحقروا في الشعب. تفضل. ايه انا نتمنى انك ما راكش تبرر يعني العمل تاعهم، لان الناس اللي طلعوا للجبل الى من رحم ربك، هذا الانسان يدخل في جماعه مثلا جيه ولا فيها امير، نعم، لو ما يقتلش واش راح يدير؟ واش راح يدير في الجبل هذا العبد هذا؟ علاش ما يهربش من تونس؟ علاش ما، هل هناك ناس طلعوا للجبل ما على باليش انا واش كان يتخبى برك؟ ولا ربما انا ما على باليش، لكن الناس اللي نعرفهم انا وبلاد الناس اللي كبرنا معاهم نعرفوهم يعني، ونعرفوا واش كانوا يديروا في الجبل يعني. انا ما قلت لكش الطيار الاسلامي هو ما تنحقرش، انا نعرف انسان مثلا كان في الفيس شكوا فيه راحوا حكموه عذبوه يعني واحد يومين ولا ثلاث ايام، كما لقاو فيه حتى شي عاودوا تلقوا صراح تاعو يعني الكل ظلموا يعني. لكن الناس اللي طلعوا يعني الجبل أغلبية، الآن راح تقول لي هناك أقلية يعني طلعت للجبل قاعدة برك تتخبى ما كانت لا واسمو تدي لامبو إسلاميك هذاك، لا كانت واسمو تدي المواد الغذائية بذرع، ما لا كانت يعني تسرق المواطنين ولا ربما، لكن هو الشاذ، والشاذ لا يقاس عليه. لكن الله راجل الناس طلعوا كانوا يديروا في ليفو باراج، كانوا على الاقل كانوا يديو الدراهم تاع الشعب، هذا مفروغ منه انا بالنسبه لي. هذا فيما يخص التيار الاسلاموي. في الجهه الاخرى ثاني قلت لي كامل النظام ما حقروا الشعب، ما قلت لكش كامل النظام حقروا الشعب، كاين قياده اللي هي يعني حقيقه ورطت الاجهزه الامنيه، ورطت الجيش، ورطت في حرب قذره يعني، هي اللي كانت تستفيد حقيقة. فالعسكري هذاك اللي يرقد لك على 14 صباح ماشي أنا في جبل وقدر يموت وماشي هو المستفيد، البوليسي هذاك اللي قدر يموت في أي لحظة يعني لما يروح للدارو ماهوش هو المستفيد، المستفيدين هم الناس اللي كانوا في حضرة، كانوا يعني عندهم لي كونت في لاسويس، كانوا اللي حقيقة استفادوا يعني من الأزمة هذيك، ولو أغنياء. فزوج الطيارات هذو يعني الطيار الإسلاموي هذا الراديكالي العنيف اللي كان يدير في ليفو باراج يذبح يقتل يهتك الأعراض يدير، والطيار هذا تاع النظام هما اللي تسبوا في الأزمة، هما اللي حرقوا البلاد يعني. هذا ما كان، هذا واش حبيت نقول. نعم، شكرا الأخ سامي. تفضل عيسى نفس السؤال. السلام عليكم الإخوة الحاضرين، الإخوة المستمعين داخل الجزائر وخارجها. أنا بدوري أترحم على كل ضحايا المأساة الجزائرية والذين ماتوا وكانوا ضحية هذه العشرية السوداء، سواء عسكري أو إسلامي أو شعبي أو وما أكثرهم الشعب البسيط اللي راح ضحية. ربي يرحمهم ويوسع عليهم ويغفر لنا ويغفر لهم ويهدي إن شاء الله ويتوب على اللي ما زالوا.
المساهمة بتاع الحقرة في الجزائر هي شوف بدأت على الأول، احنا عشنا هذيك المرحلة وكنا لتما وكنا نشوفه وكنا نسمعه. هي كانت بعض الأحيان في الأول قبل بدأت كانت الشرطة اللي تديه الداخل عندهم سواء فعل شيء ولا ما فعلش راح يتضرب ويتعذب ويتهان داخل الشرطة، وهذا الكلام كنا نسمعه كثير. صارت واحد الكراهية للشرطة لا تتصور. الجيش هنا مازال، الجيش مازال ما عنده حتى الجيش، وين بدأت الكراهية تاع الجيش وبدأت الحساسية كبيرة نهار بدأت الاعتقالات، الجميع اللي مدير اللحية يدوه، ومن بعد وقعت فيها اللي عنده معرفة هم يطلقوه، اللي ما عنده شو عشا في رقان يدور. هذه بالنسبة للإسلاميين. خويا سامي أنا لا أوافقك في شيء، مش رحنا ندافعوا الإسلاميين، مانا إسلاميين مانا فيسيين مانا والو، احنا رانا ما كنا ناس تاع الوسط، يعني ما كنا لا مع هذا لا مع هذاك، كنا نشوفه في الطبيعة كراهي تمشي. الأكثرية الساحقة من الجزائريين يا أخي سامي دفعوهم دفعا، دفعوهم دفعا. إيماجين تا واحد ما دار والو، أنه وقت مشى في مظاهرة ولا مشى في مسيرة ولا متعاطف، ما عنده حتى لا يعشي متهم ويحكم عليه بعشرين سنة حبس. كاين ناس داهم ما زالوا ما بانوش لليوم، كاين ناس دفعوهم دفع باه يطلع الجبل، تقول لي ما يقدرش يهرب. كاين ناس قدرت تهرب لليبيا وقدرت تهرب لتونس وكاين قدرت تهرب للخارج على حساب إمكانياته، وكاين ناس الله غالب ما عندوش وين بها. أكثر شيء إنه يهرب من الدوار تاعه ويهرب للولاية، هذا أكثر شيء يديره، ومن بعد يتحكم ويروح ما يباش. كاين ناس بزاف دفعوهم للشيء هذا أنهم هزوا سلاح. بالنسبة الثانية نرجع للإسلاميين، وهذا الإسلاميين إنه خلقوا لنا شرطة إسلامية صاحبي، يتلاقوا مع واحد مع خطيبته ولا مع المرأة تاعه يقول له تهذي شكون، تهذي شكون اللي راك تمشي معها، هذه يسموها هما الشرطة الإسلامية. وكي طلعوا للجبل كان في بعض الناس، ما نقول لك أنا على حسب ما يحكيوا لي والناس اللي عاشت المرحلة، يجيوا يقولوا ممنوع التدخين، ممنوع الشمع، ممنوع أشياء هكا، يجيوا الناس في رمضان يلقاهم يلعبوا في الديمينو، يدخلوا عليهم بالمحشوشة ويقولوا زيد تلعب في الديمينو ممكن نوكله لك حبة حبة. السما كان فيه ترهيب وتخويف من الطرفين، الاخرين يحوسوا يطبقوا دولة إسلامية ما نعرف كيفاه، هو جهاد النفس قبل جهاد السلاح. بصح ما فهمتش أنا ذاك الوقت كانوا باه يوعيوا الناس يحطوا المحشوشة ويقولوا له كان زيد تلعب الديمينو نوكله لك. المهم كانوا يروحوا للقهاوي ويدوروا في المداشر صورتو في الليل اللي يلقاهم يلعبوا يديروا لهم هذا اللوسون دو مورال هذه والمحشوشه قدامه. هذه تعتبر ثاني حقره، انصحوا بالتي هي احسن، ما حبش الله يسهل عليه. ربي قال شاء من كفر وشاء من امن، ربي سبحانه اللي خلقنا كل. يجي واحد انا بوزوج كرعين يقول لك دير والدير والدير والدير، شكون انت؟ شكون اللي نصبك عليا؟ شكون اللي خلاك الدير؟ هذه من جهة الإسلامويين ولا الإسلاميين كما تحب تسميهم، ومن جهة الجيش والمعتقلات خليها ربي. التعذيب الناس اللي يعذب فيه يقول له يا خويا راني خوك، راني خوك جزائري وجدت لك، يقول له مانيش خوك، خوك في الكرني، منين جيت خوك أنا نحلب. وقالوا بعض أكثرية الناس اللي تعذبوا قالوا الكلمة هذه، كأن المعذبين هذا عندهم فرد 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 بروتوكول يمشيوا عليه، انه يعذبوا الناس ويتلذوا ويزيدوا يقولوا انا منين خوك، انا ماني جزائري، انا انت شكون، انت اللي تعذب فيا الجنسيه الجزائريه، انت شكون اذا ماك جزائري؟ يقولوا انا ماكش مانيش جزائري، انا مانيش خوك، انا خوك في الكرني فوق في الدفتر العائلي. هذه هي نعم هالو 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 نعم أخي نوردين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل الأخ عبد القادر، نحن على المباشر، الموضوع تاعنا اليوم هو حول الحقرة في الجزائر والمأساة. كاين الأخ عيسى وكاين الأخ سامي والأخ محمد سعيد، تفضلوا في بداية هذا البرنامج وعلقوا على هذا الأسباب نتاع
الحجرة هذه اللي أدت للمأساة، إذا كان ممكن هو أن نضيف بعض الأشياء فيما إن شاء الله فيما بعد نزيد نعود نستدرك الإخوة لأنه كاين خلل تقني. تفضل الأخ عبد القادر. ألو ألو. نعم شكرا، أنا معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ونحييك ونثمن المجهود نتاعك أخي من أجل إظهار الحقيقة، وربي يرحم كل شهداء الجزائر في كل مراحل، قبل الاستقلال ولا بعد الاستقلال ولا في أي مرحلة من المراحل، ربي يرحم جميع الشهداء. أما القضية تاع الحجرة كما قلنا البارح بالأمس، تسمع فيا أخي نعم أنا نورين؟ اسمع فيك، تفضل. قلنا بأن الحجرة تؤدي يعني الإنسان المحجور، وتراكم هذاك الحجرة راح يؤدي أحيانا إلى الانتقام، نعم يعني المحجور راح ينتقم، المحجور كذلك قادر ينتحر، المحجور قادر يقتل، والمحجور يعني الحجرة وكثرة الحجرة في المجتمع تؤدي إلى أن ظهور العنف في المجتمع، العنف اللفظي، العنف الفيزيائي، الفيزيك، إلى غير ذلك. كذلك الحجرة تؤدي إلى الهجرة وتؤدي إلى الحرقة. الحجرة كذلك تؤدي إلى تصدع المجتمع وتخلوه فيه. إذن دركا نربطوا واش حدث في الجزائر وعلاقته بالمأساة وعلاقته بهذا المحيط الثقافي والمحيط الفكري نتاع الحجرة هذه اللي عشناها منذ قبل الاستقلال ثم بعد الاستقلال. ما ننساوش كانت حجرة متراكمة، وهذه الحجرة المتراكمة منذ استقلال الجزائر عن فرنسا حدثت للشعب الجزائري الحجرة والتهميش، خاصة ما ننساوش أنه كان الحزب الواحد في البلاد، وكان الحزب الواحد في البلاد هو حزب جبهة التحرير الوطني، كان يعني كل المواقع وكل المناصب وكل ما تقدرش تتأهل وما تقدرش تأخذ تلك المناصب إلا إذا كنت من حزب جبهة التحرير الوطني. فكان تهميش لكل التيارات السياسية الأخرى، وكان تهميش لكل الإيديولوجيات الأخرى الموجودة في الجزائر. فذاك التهميش، هذاك التهميش اللي كان منذ 62، هذاك اللي تراكم هذيك الحجرة، يعني هذاك الإقصاء، وانفجر يوما ما. وهذا الانفجار كان ما نعرفوه في 5 أكتوبر 88. فكان ضغط على الشعب الجزائري. الشعب الجزائري خايف، كانت لاسام لا سيكوريتي ميليتير باغتو تتابع يعني كل النفس نتاع الناس، كانت الناس مهجرة. بن بلا كان خارج الجزائر، أي تحمد الله يرحمهم جميعا كان خارج الجزائر، كان ضغط. ففجأة الشعب الجزائري انفجر، خاصة الشباب جيلنا حنايا، وأنا كنت من الذين انفجروا كذلك. فهذاك الانفجار لما صار الانفجار إذا تذكروا في 88، واش صرا؟ مباشرة الشباب راحوا كسروا رموز الحزب والمؤسسات تاع الدولة، من شرطة ومن القسمة تاع الفلان وبما فيها كذلك أسواق الفلاح اللي كانت تعتبر رمز وواجهة للدولة آنذاك، الاقتصاد آنذاك. فكان رد فعل. إذن هذه الحجرة المتراكمة خلات أن الشعب الجزائري ينفجر وهذه نشوفها نتيجة
نتيجة يعني منطقية لهذا الحقرة المتراكمة منذ 62 أو ما قبل الاستقلال كذلك. ثم نعرفوا واش صار بعد ذلك، صار الانفتاح، داروا تعددية حزبية ولا غير ذلك. فلما داروا تعددية حزبية وصارت التعددية وكل تيار دار الحزب تاعو، من بعد لمسنا كذلك العنف اللفظي إذن لمسنا كذلك الحجرة، يعني ميزات الحجرة ما زالت شفناها كذلك في الأحزاب، السياسية. وبدأ كذلك عقلية الإقصاء، بدأ هذاك التيار الإسلامي يقصي التيار العلماني، والتيار العلماني يقصي التيار الإسلامي، والتيار الشيوعي يقصي الآخرين، وهكذا. إذن عشنا في واحد الجو نتاع كذلك عنف، وعشنا كذلك جو نتاع حقرة معنوية ولا حقرة ثقافية ولا سميها كما تحب. إذن فهذه الحقرة المتراكمة ساهمت في التطرف الحزبي والسياسي، والحقرة هذه كذلك ساهمت يعني المتراكمة في من في من في إظهار ولا الحقد. كان هناك واحد الحقد، وهذا الحقد كان تجاه مؤسسات الدولة. يعني كنا نشوف ذاك الوقت، نتذكر وكأن هذه الدولة مش نتاعك، لأن كانت هناك حجرة مسلطة على الشعب الجزائري وعلى الشباب. فتشوف هذه الرموز تاع الدولة ماهيش نتاعك، تقول لك راهي عدو ليك فلازم تحطمها. وكذلك صرا بعد الانتخابات وكذا، وصرا يعني انتخابات حرة في الجزائر، والرئيس نذكر الشادي بجديد وعد بأن اللي يفوز من الأحزاب السياسية هو اللي يتكفل بتسير الدولة وتسير البرلمان مؤسسة الدولة. ولكن مباشرة بعد ذلك وقفوا المسار الانتخابي، وهذه تعتبر أكبر حجرة لكل الشعب الجزائري. يعني الشعب الجزائري آنذاك بتوقيف المسار الانتخابي من طرف مجموعة متسلطة في دواليب السلطة وفي دواليب الدولة، وقفت المسار الانتخابي. وش معناتها؟ أنها ضربت الشعب الجزائري في العمق، حقرتنا. وأنا في ذاك الوقت كنت في الجامعة آنذاك، وكل تقريبا الجامعيين في حسينا بالحجرة، حسينا بأننا تحجرنا. يعني انتخبنا انتخاب حر، اللي انتخب على لافافاس انتخب على لافافاس، اللي انتخب على الفيس انتخب على الفيس، اللي انتخب على أي الأحزاب الأخرى انتخب الأحزاب الأخرى. ومن بعد تجي مجموعة تقول لك نو، تقول لك ماهوش هذا هو، ما لازمش تخيروا هذا الاختيار. فالشعب آنذاك يعني حس بواحد الحجرة عظيمة. وكما قلنا أن كل حجرة عندها رد فعل، وبعد نشوف التبعيات نتاع واش صرا بعد توقيف المسار الانتخابي. زاد أن الشعب الجزائري فتحوا له المخيمات تاع الصحراء، يعني مباشرة فتحوا مخيمات قرب المناطق تاع الإشعاع النووي، هم بعد زجوا الناس يعني مباشرة بدون أي يعني قضاء ولا عدالة، مباشرة أخذوا الناس لانتماءاتهم الحزبية ودوهم للصحراء. هذا أكبر ظلم، إنسان يكون مع داره ومع زوجته ومع أولاده يلقى روحه في الصحراء في غيبة الصحراء، ما على بالوش قاع شاي يدير ثم. هذه حجرة كبيرة، هذا ظلم كبير. والاعتقالات العشوائية، المداهمات تاع البيت، كاين اللي يروحوا لداره باش يدوه مثلا يحوسوا عليه لأنه ينتمي للفيس ولا ينتمي لتيار ممكن معارض للسلطة، ما يلقاوش في البيت يدو زوجته. هذه حجرة كبيرة، نعرف كثير من الناس دولهم الزواج تاعهم باش حتى يسلموا رواحهم. يعني فوقعنا في واحد الدوامة نتاع حجرة كبيرة. نذكر واحد الحادثة، كنت مع، نتذكر جيدا، كنا في استراحة من الجامعة، كنا جوية 10 تاع الصباح، كنا في مقهى من مقاهي المقهى تاع الحراش، في الحراش نتذكر مليح.
وكنا قاعدين يعني نستقهواو كما كاع لي زالجيريان فيغ 10 نخرجوا نستقهواو من الجامعه الى غير ذلك. وفجاه يجوا هذوك لي نينجا يدخلوا عندنا للمقهى. ذكرها كي اليوم هذا. دخلوا علينا صدموا على هذيك المقهى هذيك. الناس كلها ترعبت، كلها وقفت يعني من الطابله هذوك الناس وقفت. احنا جامعيين ما عندنا حتى علاقه لا ناقه لنا ولا جمل، يعني دي جون قاعدين بالمحافظ تاعنا لذلك. فواحد منا من الجامعيين ضحك تبسم قال واش هذا، ما تكلمش ولكن ضحك. فيجي واحد من اللي جا هذيك واش دار له، عطاه بكف، نتذكرها جيدا، ضربه بكف. يعني هذاك الكف هذاك هو اللي خلى هذا الاخ الجامعي انه ينحى منحى يعني معين، الله يرحمه على كل حال. وهذا يعتبر السيد هذا هو من المفقودين، ربي يرحمه اذا كان ميت واذا راه حي. فهذاك الكف يعني انسان لا قتل ولا جمل، في يعني قاعدين نحكوا على لي زيكزامان، نحكوا على كذا، يحتاجون لنينجا يضرب واحد بكف الى اخره من مظاهر الحقره اللي سلطت على الشعب الجزائري يعني انذاك. بعدها صارت هذيك الدوامه تاع الدماء والدوامه تاع القتل وتصفيه الحسابات، وخرجت هذيك الضغائن، خرجت هذيك الحقد، لان كما قلت هذيك الحقره كانت متراكمه من الاستقلال ورواح. خرجت هذيك التراكمات ورجع الجزائري، يا للاسف الشديد، الجزائري المسلم اللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، يذبح المسلم الجزائري اللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني جزائري يذبح جزائري، هذاك يقول لا اله الا الله وهذاك يقول لا اله الا الله. وهذه من جراء الحقره المتراكمه كما قلت، حقره سياسيه، حقره ثقافيه، حقره اجتماعيه، حتى وصلنا الى هذاك الانفجار. إذا هكذا الحجرة كيف ساهمت في هذا الجو وفي هذه المأساة اللي رانا إلى يومنا هذا نعاني منها. أخي نور الدين، ونخلي الكلمة للآخرين وبارك الله فيك. شكرا أخي عبد القادر من كندا. قبل من نمر ليك الأخ مولود من بريطانيا، بودي هو أنه نضيف بعض المعلومات، ولا نعطيك الكلمة للأخ مولود ومن بعد نكمل أنا كما تشاء. هيا تفضل الأخ مولود. تفضل أنت. شكرا. كما كان يقول الأخ عبد القادر فيما يتعلق بالمأساة، يعني كانت للأسف الشديد البداية ما كانتش بداية صحيحة بعد الاستقلال بين قوسين، بحيث هو أنه الحجرة بدأت من ثم، وحتى أنه كانت الحجرة داخل الثورة، يعني في الثورة كان الناس اللي تحجروا، كاين الناس اللي قال مثلا يسمعوا عليه كلام والله ذاك، بدل من انه راهو كاين واحد من الاخوه راهو مشغل الميكروفون تاعو، ماذا بكم يطفيه، والله راهو كاين واحد عنده مشكله في الجهاز نتاعو راهو يشوش علينا، وبالتالي راهو رايح يكون الحوار كامل مشوش. مانيش عارف، راهو كاين واحد عنده ان فون في الصوت نتاعو. بطبيعة الحال ما نقدرش، انا راني على السكايب ما نجمش، ما نقدرش نريكلي الصوت يكون خارج من المصدر. عيسى، اذن عيسى هو اللي عند عيسى، من عندك المشكله الاخ عيسى؟ راح دوكا لما تتكلم يروح الصوت، ولكن الان راهو موجود. المهم خلي كيما راك هكذاك، نشوفوا ترى بالك العودي يروح هذاك التشويش. إذن الإخوة والأخوات، معذرة على الانقطاع، قلت إذن البداية للأسف الشديد هي كانت بداية خاطئة، بحيث هو أنه صار فيه الظلم وصارت فيه الحقرة حتى أثناء الثورة على أبناء الشعب الجزائري. يعني كاين الناس ذرك لما نقول أنا هالكلام، كاين اللي ربما يزيد بعد ما قبيل قالك الأخ سامي قالك على قضية نتاع التبرير، ذوك لو كان نقول باللي كاين الناس راه محركوا من الظلم، يقولك باللي وحدك انت تبرر باللي الناس راه محركوا، تبرر الحركة. لا، كاين ظلم، كاين حقرة،
كاين انسان الحقره منين هو انه واحد انت تقصي الاخر ذاك ما تسمعلوش ما تدير له حتى اعتبار وتستعمل القوه والنفوذ اللي عندك. يعني كاين انسان اللي راه هو عنده سلاح يعتدي على مرت واحد. يا سيدي رانا جزائريين ورانا نعرفوا بعضنا، راه صار الاعتداء حتى في الثوره، راه نعرفوا ناس نعرفوهم بالاسماء ماشي قال بالاسماء، واحد يعتدي على مرت فلان يعتدي عليها. مش راني نحكي في اشياء هكذاك نتخيل فيها، الاعتداء كان موجود والظلم كان موجود والحقرة كانت موجودة حتى في الثورة. يعني كاين الناس اللي ربما ما على باليش انا نتيجة الجهل نتاعو والله نتيجة نتاع الحمق نتاعو والله ربما يتصرف تصرف. انت اذا كان راك انسان وطني وانسان مخلص للبلاد يا سيدي، وش هو العيب؟ هو انك انت تحكم السيد هذاك، انت قال دير له مورال توعيه تبصره، قال ودي انت راك تخدم في العدو والله ما لازمش تدير المشكله هذيك، وقال احنا رانا كذا وكذا وكذا، تحذر انت مثلا مرتين ولا ثلاث مرات ولا اربع مرات لانه انسان جهل. واذا كان من بعد هو استمر، هو قال مثلا في اشياء اللي راهو يدير فيها من بعد، انت تقدر انت كيفاش انت بمجرد موقف انت واحد تروح تعدمه؟ إذن هذا التراكم نتاع الحقره جاء من الثوره، وهذا كي نقولوا من الثوره واش نقولوا؟ ارتباط بالاستعمار. يعني درك هذا الانسان اللي راه راح هو عدم واحد لانه يخاف من انه هذاك الشخص هذاك راه رايح هو يدي القريه هذيك يديها للواد، والله يديه هو الفيلاج هذاك يديه للواد. إذن الارتباط راه ارتباط بالاستعمار، الاستعمار هو اللي كان يمارس الحقره على ابناء الشعب، هو اللي الناس ادالهم الاراضي نتاعهم واعطاها الناس واحد اخرين. كانوا ناس اللي يتعاملوا مع الاستعمار، بعد الاستقلال صاروا هما ارباب في البلاد. كان الناس اللي كانوا في الاداره كانوا يمارسوا في الظلم على ابناء الشعب وكانوا يمارسوا في الحقره. كان الناس اللي كانوا يخدموا في مديريات سواء في التعليم ولا في الصحه ولا في كل المجالات، كان الناس كانوا يدخلوا بالرشوه وكانوا يدخلوا بابن عميس المحابات، والحقرة كانت مسلطة على المواطن، كانت الحقرة مسلطة على المواطن. لا شك هو أنه كانوا ناس فيه وطنيين راهم هما في النظام، هذا أمر مفروغ منه. كانوا ناس اللي هما ولات أصول وكانوا يخدموا وكانوا يرفعوا في الحقرة على أبناء شعب، ولكن أيضا كان حتى منهم ناس اللي كانت مسلطة عليهم الحقرة داخل الجيش في الشرطة في الدرك في التعليم في الصحة في الرياضة في كل مجال. كاين إنسان اللي راهو لاعب وراهو يخدم وراهو كيما يقولوا يدير التدريبات نتاعو ويحقروه ما يلعبوش. كاين الناس تحقروه حتى في الفريق الوطني، لاعب من اللاعبين اللي كذا، ومن بعد جاء واحد عنده معرفة والله كذا حكم مكان في الفريق الوطني وواحد هذاك حقروه همشوه. إذن الحقرة ما هيش قال مثلا خاصة غير فقط بالسياسيين، من بعد هذاك التراكم نتاع الحقره هذاك. يعني جاء بعد الاستقلال مورست الحقره ومورست باشكال مختلفه الى غايه نقولوا احنا جاء هذا الوضع اللي كان يحكي لي فيه ذوك الاخ عبد القادر، بحيث هو انه راه وصلت الناس هو انه تحقرت حتى في العيشه نتاعها. يعني تخيلوا انتم يحبسوا لك السكر ويحبسوا لك الزيت ويحبسوا لك الدقيق هكذاك على جال باش ينوضوا الشعب، من اجل على جال باش يغلبوا على قال مثلا وزير والله رئيس حكومه حتى باش ما يفرضوا وقع على الناس. تمست الناس حتى في القوت نتاعها، تمست الناس في العيش نتاعها. كاين الناس اللي تحقروا ما داوش السكنه، كاين الناس اللي تحقروا طردوهم من العمل نتاعهم، كاين الناس اللي تحقروا وتسجنوا، كان الناس اللي تحقروا في كل مكان حتى في الحج حقرة. واحد يخلوه يروح الحج 700,000 حجة وواحد ما يروحش للحج. هذه الحقرة المتراكمة هي اللي أدت فيما بعد للانفجار اللي كان جانب منه مفتعل في 88. من بعد ما صارت هذه التعددية الحزبية
وصارت هذيك التعددية في الصحافة في الإعلام، كاين الناس اللي صحف تحقروا، هو ينتقد والله ما قال والله يلا قال يلا أغلق الصحيفة هذيك، جمعيات قال هذا يشوفوا منه وراه إنسان خدام وراه يخدم في الوسمو ويحقروه ويغلقوا له الجمعية نتاعه، بعد يديروا له تهمة كذا. إذن من بين الأشياء اللي هي ساهمت في هذا المأساة الحقرة، حقرة بمختلف الأشكال تاعها، كاين ابتزاز، كاين الظلم، كاين التشويه، كاين الاعتداء على الأملاك، الاعتداء على كيما نقولوا المحارم نتاع الناس، راهم كاين الناس راهم وصلوا، وراهو واحد أنا حكى لي في وقت من الأوقات واحد اغتصبوا له مو قدامه، مو يا عباد الله، يجي واحد أنا يقول لي باللي راك تبرر، واش تبرر يا راجل؟ الظلم راهو وصل للدرجة التي طاق، كاين الناس اللي خلاص ولاو يشوفوا في هذا الحقارين هذو بطبيعة الحال، وما مش كل كاين الناس اللي راهم في الدركم وما مش كامل حقارين، كاين واحد اللي راهو هو يعتدي على المحرمات، الرشوة، السرقة، النهب، ويزيد هو يظلم الناس، لحقوا الناس عذبوا فيهم. يا صاحبي الناس راهم عندها وسمو، لحقت الناس الواحد المستوى، وين أنه الناس كاين اللي رفضوا السلاح من الظلم، من الحقرة، من التهميش، من الإقصاء، من التعدي على الأملاك وعلى المحرمات نتاع الناس. هذا واحد أنت تعتدي له على الإرادة نتاعه، يعبر ينتخب على حزب حتى حزب يهودي، تسالوا أنت تسالوا يا أخي، هذه هي الديمقراطية، حبوا وين ينتخب على حزب يهودي، راه يشوف فيهم صهاينة وانتخب عليهم، تسالوا هذو راهم جزائريين يا أخي، ما جاوش من حزب نتاع شامير، راهم جزائريين وشعب يعرفهم، نعرفوهم احنا بالاسم وباللقب في المنطقة نتاعنا، احنا نعرفوهم، يقول لك باللي الحقرة، انا وش علاقتي انا بالسلاح، يحط لك الاسم نتاعك انت في قائمة اكثر من 40 واحد كانوا راحين يعدمون في برج الغدير، هذا الحركة هذو وش علاقتي انا بالسلاح، علاش لماذا قائمة نتاع 40 حطينهم وكانوا رايحين يعدموهم يجدلهم حتى المكان اللي رايحين يعدموا فيه، ما كان ثم في المنطقة نتاع الغدير، كان هذا المكان كان يستعمل في الوقت نتاع الاستعمار، علاش لماذا حقرة وش هي، واحد انت يا سيدي وش دار لك، وش دار لك واحد انت انتخب على حزب وراه هو غاث روحه، انت يرحم والديك انسان، انت روح جرب انت انه تمشي راك خيرك مشفته غير في فريق برك في كرة القدم، تكون انت تلعب في فريق كرة القدم وتلعب مليح، ومن بعد يحقرك هذاك المدرب هذاك يدير لك بينالتي والله مش عارف انا هكذا وتخسر انت الماتش هذاك، وش رايح يصرالك، يصرالك احباط والله ما يصرالكش، وش انت وش تولي تدير انت المدرب هذاك، رد فعل دوك انت الجمهور هذاك، الجمهور هو انه يدير رد فعل، هذاك الاربيتر هذاك الحاكم حقار، من بعد هذاك الجمهور اللي راهو كان يتفرج راهو يشوف باللي الفريق نتاعو راهو لعب مليح وراهو كذا، ومن بعد يشوفوا واحد يحقر المدرب هذاك يدير له مثلا كارت روج خرجه، ويزيد يعطي بينالتي للفريق هذاك وينجحوا بالزور، تا واش راح يصرك، العنف هذا اللي راه موجود منين، من الظلم من الحقرة من البيع نتاع المقابلات، هذه الأشياء كلها راها تراكمات هي اللي أدت للمحرقة اللي كانت راح تحرق البلاد، وحنا ما راناش نقولوا باللي السلاح الحل، ما قلناش هذا الكلام وما نقولوش، ولكن هذا الناس هذا الحقارين اللي هما حقروا شعب، لأنه الإرادة نتاع الشعب ما كانتش غير في الفيس، هذا الناس اللي كانوا في الأفافاس هما إسلاميين ممش إسلاميين، ولكن أيضا هما راهم تحقروا تنحات الانتخابات نتاعهم، إذا كان الإنسان هذا راهو قبل باش هما نحاولوا الانتخابات نتاعو، وراهو قبل على جل باش يبقى الحزب نتاعو، والأخرين هذوك الإسلاميين معليش أحرقوهم ورميوهم، هذا رخيص، هذا حقار، هذا راه مجرم، راهو لا فرقة بينه وبين هذ الناس المجرمين اللي اعتدوه مع الإرادة نتاع الشعب. كيفاش
ناس هزوهم داوهم للمعتقلات قاسما بالله. انا نعرف واعد راني نمد اللقب نتاع العائله نتاعو، راهم الناس اللي راهم فيه الغدير راهم يعرفوه، اللقب نتاعو مخفي واسمه المسعود. ها يا سيدي نعطي الاسم نتاعو، قاسما بالله لا على باله بالفيس، كان موجود معانا قدامنا هكذا في الطريق، هزوا ناس داوهم للمعتقل، داوهم في ذاك الوقت الورقلة هكذا هز ويلا ودي، هو ما عنده حتى علاقة بالفيس. قال لهم علاش راكم تديو في الناس، انا حاضر بعينية حاضر قدامهم. قال لهم علاش راكم تديو في الناس، قال له واحد واش انت راسك حامي، قال له ويه، قال له راسي حامي، قال له ورواه طلعوا هزوا في لندروفار والدوه ضرب عام في ورقلة مع الناس. علاه يا صاحبي علاه؟ هذه دولة نتاع مافيا، هذا مش قانون، هذا مش منطق تتهز واحد في الطريق هكذاك وتديه ومن بعد تقول لي انت الناس هزوا سلاح. كيفاش واحد تخرجوا من الخدمة نتاعو، استاذ تخرجوا من الخدمة نتاعو، وحتى ناس داخل الجيش واحد يديقراديوه، واحد يخرجوه من الجيش، واحد يخرجوه من الشرطة، واحد يخرجوه من الصحة، طبيب يخرجوه، واحد يديولو الارض نتاعو يقتلوه يديولو الارض نتاعو. راه الظلم والحقرة اللي صارت في البلاد هنا نشوفوا فيهم، واحد ما تعطينوش الباسبور تاعو علاه؟ هنا شفناهم درك، هذاك بن محمد هذاك كان راح ضر في مسيرة هزوه دوه ومن بعد نحاولوا الباسبور تاعو علاه؟ هذا مواطن جزائري، علاش نحلوا الباسبور تاعو؟ لماذا؟ علاه؟ علاه يا خويا علاه؟ علاه تديلو الباسبور تاعو علاه؟ لانه خرج هو على جال باش يندد بالغارات اللي راها موجوده في غزه، ومن بعد كان تجيبوا هنا ليكيب نتاع واسمه فلسطين، رانا معاك فلسطين ظالمه او مظلومه. هذا دار مسيره شرك، مش غير هو، كاين كثير من الناس، ناس في اسرائيل يا عباد الله داروا مسيرات ضد هذيك الهجمات اللي في فلسطين، حقرة ابتزاز، يبعثوا في رسائل مجهولة للناس، واحد يعتديوا له على العرض نتاعو، واحد كذا، راهم كاينين يتليفونيو للناس بالتليفونات. وخلي من الابتزاز وخلي من الاشياء اللي داروها، كلها هذيك كلها تراكمات هذيك نتاع الظلم هذيك هي اللي ادت الانفجار. والان اذا كان بقات هذيك التراكمات هذيك نتاع الحقرة رانا راح نزيدو ندخلوا في الحيط. تفضل الأخ مولود من بريطانيا. ماذا؟ نعم الأخ مولود، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل الإخوة، على كل حال هذا الموضوع كنا البارح يعني تكلمنا عليه بشكل مفصل كان يعني كفكرة، واليوم نعطوا عينات من أنواع الظلم اللي تسلط على الشعب الجزائري. انا كاين واحد العينة، انت راك ذكرت مثلا قلت صار الظلم ابن طور الجزائرية، وده حقيقة يعني هي حقيقة مرة، ومن ذاك الانسان يتغاضى عليها كأن الثورة هذه يعني تمن مشدوها شغل قدسناها ويعني وعطينا حقها اكثر من اللي يعني من اللي تستاهل. انواع تاع الظلم انا حكاو لي ناس توقات ناس كبار عاشوا الثورة، صرا واحد الظلم في الناس شيء عجيب جدا. وانا مثلا كي نشوف مثلا تسلط الظلم حتى على الاموات، يعني انسان ميت بل وانسان شهيد، يعني الناس انسان سقى بدمه الارض تاع الجزائر ومن بعد يموت يستشهد وما يحضاش بقبر، يعني سبحان الله عميروش بالحواس كم سنوات، 59 حتى 1979 ولا 1980 باش داروا لهم قبر. يعني هاد العملاقين هادوما ما حضاوش حتى بقبر في البلاد اللي هما ضحاوا عليها. يا 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 عجب العجاب، يعني اموات يعني هادو جسد فقط. نعم.
حتى من جشاد لي بن جدي رحمه الله عاود عاد لهم يعني الاعتبار ويعني دار لهم قبر. هادو اموات يعني سبحان الله. وكاين كثير يعني ما نبينش واش من نقطة يعني راكم الان انتم دوك باش يعني كيفاش ساهمت الحقرة. كاينين ناس علماء اللي تحقروا، كاينين مفكرين اللي تحقروا، يعني شهداء مجاهدين تحقروا، الشهداء تحقروا، العلماء تحقروا، مثقفين تحقروا، حتى رياضيين. انا يعني مثلا نشفى كنا نستناو مثلا كنا نستناو يديرونا المقابله تاع حماني في البوكس في يعني في 1981 نشفى كيما اليوم كنا نستناو فيها. وانا نشفى واحد الوقت كانوا يديرونا مثلا مقابلات جو فرازي و يعني محمد علي على المباشر. هذاك اليوم كان جزائري عنده مقابله مع امريكي مباشره من لاس فيغاس وما داروهاش. علاش؟ لان كانت الجهويه، لانه من منطقه القبائل يعني. شوف يعني كاين حقره يعني جهويه. ايضا الاخ مولود من بين الاشياء اللي ساهمت في المأساه الجهويه. اكيد ومن بعد يولي الانسان اللي ما يفكرش، اللي ما يفرزش، الانسان اللي عنده نظره شموليه يولي ما يفصلش. من بعد مثلا يتصرع عفسه مثلا في بلاد الشاويه يقول لك شاويه كاع هكذا. كاين ناس عندهم هكذا يعني من نرفزي يولي يخمم هكذا كونغرو يولي يلوم كاع هذوك الناس. قليل الناس اللي ينجو يعني لا يطريف يقول لا، يقول ماشي كاع الناس هكذاك لا. اللي يعني ولا تزير وزره يعني وزره اخرى ما يلقش يعم كاع الناس. فهنا يخلق هذا الشيء، هذا اللي يخلق واحد التصرفات. مقابلة كرة القدم 1981 ما بين وهران واتحاد العاصمة في تلمسان، نصف نهائي كأس الجمهورية، صارت فيها قتيلة، الناس ماتت. ولكن لا حدث. غدوة من ذاك في الجرنان ما كان والو. صاروا أشياء. لماذا؟ لأن أصحاب العاصمة وصحاب له يعني كما يقولوا وهرن يتكارهوا على جلده كرة قدم، يتكاره يروح يقتل. يعني أشياء عجيب يا والله العظيم لا يتعجب. علماء كانوا علماء تحقروا، سلطوا عليهم إقامة جبرية ما يتحركش. داروا مسكين الجامع يعاود من بينهم الشيخ البشير الإبراهيمي. الشيخ البشير الإبراهيمي مات تحت الإقامة الجبرية. يعني في وقته أعلم واحد باللغة العربية في وقته كان هو يعني كما قالوا سيباوي تاع العصر. هذا كان في إقامة يعني جبرية، شيء عجيب جدا. شيخ مصباح كان في إقامة جبرية، كان ما يتحركش. اليوم الناس اللي تقول مثلا على شهادة الدكتورة وعلى علي بالحاجة، وسبقوك الناس، سبقوك الناس أكبر ما كان عليك. وعانى وقاسى وإنسان يصبر وخلاص. هذا واش هو باش يدير؟ وكانت الحقرة هذه. شوف يا خويا نور الدين، في وقت الثورة كانوا ثلاث رجال أنا نذكرهم اليوم ونعطيهم تحية جلالة. كانوا ثلاث رجال كانوا يقاوموا الحقرة في العهد الكولون وماتوا. نعم كاين ثلاثة. شوف كاين بالقاسم جرين من الشاوية. واحد كاين حمد مري في بلاد القبائل، وكاين بن زلماط في العاصمة يعني في الوسط. هاد الناس كانوا جميع كون يشوفوا كونوا حقار يعني عقابوا، كانوا يقاوموا الحقرة حتى ماتوا. يعني ماتوا رجال، يعني ما نقدر نقول لك داروا أشياء اللي بلك ما داروهاش الناس اللي حملوا سلاح في أول يعني في أول نوفمبر. قاوموا وكانوا يعني فرادة، يعني ناس هكذا وحدهم، ما كانش عندهم جيش ولا فيلق ولا كتيبة ولا، كانوا وحدهم فقط. كما هذا مثلا أنا اللي تسمى عندي رواية عليه بزاف، هذا حمد مريف في بلاد القبائل، يعني في بلاد القبائل، هو من منطقة ميرابو. هذا كان ينحي الدراهم للكولو المرفين هذوك، يروح ينحي لهم دراهم ويروح يزور كاع الفقراء،
يمدلهم، إن حملنا يبدلهم، يعني هو ما يستفدش من هذاك الشيء هذاك، ينحلهم يروح يمدلهم، وين يكون فاقر مسكين يعطيه. الناس تكره الحقرة، يعني في الطبع تاعهم يكرهوا الحقرة. هاد الناس هادو يتولدوا هاد الناس في الجزائر، وقلال هاد الحبيبات هادو يعني في البلدان الاخرين ما تلقاهمش. هادو يقول لك مثلا يمثل لك حمدو مري، يقول لك روبان ديبوا تاع الجزائري. شتان ما بين هذا وهذا بالضبط، يعني روبان ديبوا ما تجيبوش، ما تقيسوش، لا ما تقدرش تقيس الحمدو مري. حمدو مري يعني مسلم يعني، وهذا كافر، هذا ما كاش مقارنه، ما تقدرش تمثلوا ليه. نعم، شكرا الاخ مولود. نذوك من بعد نعود نرجع لكم الاخوة، كاينين اخوة معنا جدد. الاخ عبد الله من بلعباس، مرحبا بك اخ عبد الله. هذه المشاركة نتاعك الاولى معنا. الموضوع تاعنا اليوم هو حول الحقرة في الجزائر والمأساة. رانا في النقاط هذه، كيفاش ساهمت الحقرة في المأساة، وش هي الفئات اللي مستها الحقرة، وشكون هذ الناس اللي يوقفوا وراء الحقرة هذه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية ليك سي نور الدين، كراكم لاباس؟ الله يبارك فيك. الحمد لله، هذه أول مشاركة معكم وإن شاء الله تكون. مرحبا بك في كل وقت، تفضل. الله يسلمك. ما نطولش عليكم، أنا عندي نموذج واحد تاع حقرة اللي كان في وقت التسعينات. نعم. في 2007 واحد جاري، في 2007 واحد نعم. جاري الدولة لوطو كورتي داها لأخون هذا. مشينا عند واحد نعرفوه بوليسي، كان ديجا خدم التسعينات وكاع، كان من نينجا. نعم. عرفوا باللي كان من نينجا، شكينا له قلنا له زعما مام هو يعرفه، قلنا له إذا كان زعما زايره لنا شوية بالك يهديه ربي يرد لنا ديك السيارة. واش يقول لنا؟ قالنا لو كان جيتوني في وقت التسعينات نديه للسيلون نحمله ونشبعه مخبط إلى ردها. قالنا بصدروك الدعوة راها مزايرة، فهمني سي نور الدين؟ هذا نموذج، لو كان راه في التسعينات كان قادر يديه ويحمله ويدخله للسيلون ويشبع فيه كف ويشبع فيه صفعة ويشبع فيه يسموه، وبالك يعترف ويجيب هذيك السيارة. فقال له دروك دعوة راها مزيرة. هذا نموذج من اللي كان في وقت التسعينات. كان بالك غير حاجة تعوال ويرفض له حاجة ولا يديه يدخله للسيلون أو أصور لا عاود خرج ولا ما عاود خرج. هذه هي، وما طولش عليكم بزاف. نعم. شكرا الاخ عبد الله. المهم اذا كنت تحب تبقى معنا والله ما فيش مشكله، طفي فقط الميكروفون. نفس شوف، انا ذكرتني انت دوك كاين واحد من عارفه، انا معرفه شخصيه في المنطقه هذه نتاع برج الغدير. الميكروفون برك الاخ عبد الله باش ما يتعودش الصوت. نعرف واحد معرفه شخصيه، راني ذكرت الاسم نتاعو ونشرت الصوره نتاعو قبل ايام، اسمو عيسى بتيش، طاكسيور. ما هوش قال راهو قيادي ولا راهو إنسان، طاكسيور خدام على وليداته مسكين. هزوه، والإنسان اللي جاء معاهم هو من ثم من برج الغدير، نعرفه بالاسم وباللقب نتاعه، واحد من الجماعة نتاع الباتريوت. وهزوه ودولو السيارة نتاعه. يا سيدي انت راك هزيته، هو قال سيدي راه ما على باليش انا اقول واش حبيت، اديته هو اعدمو سيدي. والسيارة علاه؟ علاه تديلو في السيارة نتاع ولادو؟ علاه؟ لماذا؟ باش تشوف الحقرة وين راها. اديته هو لفقتلو تهمة، انا على بالي علاش هزوه. نعرفه معرفة شخصية، وحتى أنه حكى لي بعض الأمور قبل ما يهزوه. قال لي إذا كان هزوني هاو فلان، هو قالها لي بفمه. ومن بعد يديوا له السيارة نتاعو نتاع أولاده، خليه أولاده هكذاك. والله العظيم جاني مرة بنو بالحفاء حفيان، والغرق دخلوا بين صباعه. علاه هذا الظلم هذا؟ علاه هذا الحقرة؟ ومن بعد يوصل بهم الأمر هذ المجرمين إلى أنه يوليوا يتفكروا في التفكير واحد آخر تاع عرض ونتاع كذا. راهم على بالك الشي اللي يديروا فيه راه موشي خدمة نتاع مسلمين. هذ الناس اللي راهم ذرك هما هذو، ها هاكم شفتوا يا أخي، شفتوا وش صرا لهنا في تولوز في الضرب نتاع مراح هذاك؟ أخي شفتوا وش صرا؟
ومع ذلك راهم قتلوه. خلينا الموضوع هذاك راهو للنقاش، ولكن اعطوه لوالديه، قال روحوا اديو بنكم، ها هو مخرق مضروب بالرصاص مضروب مش عارف كذا، وروحوا اديو بنكم. هذو راهم هزوه وخطفوه وضربوا المرأة نتاعه وهي حامل، يا عباد الله حامل، هما قاعدين يضربوا فيها. والناس حنا على بالنا بيهم، هزوه وداوه وخطفوه وداوه السيارة نتاعو، ولما تروح انت تسأل قال ما على باليش، ما شفنا ما رينا ما على بالنا. سيد كان يروح يمضي صباح وعشية عندهم، وهزوه مريض كان مزكوم، كان عنده البرد، يعني باش تشوف الظلم وتشوف الحقرة. هذيك جبت لي انت السيارة. جزيك في نفس النقطة. نعم الأخ عبد القادر، لو كنا عاود نرجع لكم الإخوة ما عذروني. تفضل الأخ عبد القادر. شكرا. يعني والله غير الذاكرة رجعت لنا لهذه المأساة هذه يعني الله يجازي يعني اللي ينتقم. ما نقولوش ماناش يعني حابين ننتقم، ولكن وش حدث يعني امر ما لا يصدر من جزائري. يعني جزائري انا نعرف واحد اخويا نور الدين في هذه الفتره ثاني ما عنده لا علاقه اسلام تكنيسيان في ايدوليسيان، اخذوه مسكين نظر للتوجه نتاعو، لان ذاك الوقت كل واحد عنده توجه سياسي، اخذوه تحت التعذيب في مخفر الدرك بالبرواقيه، عذبوا فيه للانتماء نتاعو السياسي، حتى يعني طرد تقولوا يعني الاعضاء التناسليه نتاعو. يعني هذا قبيل، مانيش نحكي على بدايه العمل المسلح، يعني نحكي على الحقره اللي حدثت على الشباب الجزائري حتى دفعوه الى رفع السلاح. نعم هذا هو اللي لازم نفهموه. نعم هذا اللي راني نحكي لك انا عليه، ذرا ابن شهيد، تخيل انت يرحم باباك، هذا ابن مجاهد كذلك معروف في المنطقه تاع المديه. نعم هذو من الناس يعني اللي ما عندهم حتى علاقه، كان انسان رياضي، كانوا يدربوا الناس الرياضه الى غير ذلك، وكان عنده توجه سياسي. كيفاش تاخذوا نتايا وتعذبوا نظرا للانتماء السياسي نتاعو، حتى يعني ترتقلوا الجهاز التناسلي تاعو مباشرة، الدواء راح رجع هانديكاب. وما ننساوش واش صرا في لي باراج نور الدين، لي باراج اللي كانوا يديروهم كانوا يهبطونا، يعني ذكرونا في الفترة الاستعمارية. خرجنا في الفترة الاستعمارية 30 سنة ورجعنا للفترة الاستعمارية، يهبطوا كل الشباب من الحافلات، نطلعوا يدينا فوق رصاننا، صد لهيه يفتشك ويشوف فيك النظرة، هذيك النظرة تاع عدو. نعم يعني هذا واش حدث، هذه لازم الشباب يتفكر. والله العظيم شوف جبت لي انت هذوك، هذه الضربه نتاع الحافلات. مره كنت جاي انا من البرج وجاي للجزائر، قسما بالله حبسوا الحافله هذيك جويه البويره، طلع هذا واحد من تاع الدرك هكذا طلع للحافله، اللي عنده لحيه يهبط. يعني واش هذا، مش تمييز عنصري هذا؟ يعني ذوك راهو كاين واحد راهو داير لحيه ما على باليش، انا راهو كافر بالك ما يصليش خلاص، هكذا بهذا المنطق اللي داير لحيه يهبط. يا صاحبي هذه الدوله نتاع قانون، هذه الدوله، وانك انت ولاو جزائريين ما يحسوش في رواحهم باللي جزائريين في بلادهم، وين رانا رايحين؟ المهم الأخ سعيد من إسبانيا، بعد نعود نرجع لك سعيد من بريطانيا. الأخ سعيد من إسبانيا مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. زرف لون دوك موضوع تاع اليوم هو يتعلق بالمأساة. احنا الآن رانا نتحدثوا على كيفاش ساهمت الحقرة في المأساة، وشكون هما الفئات اللي مستهم الحقرة،
وش هي وشكون هما الجهات اللي يوقفوا وراء الحقره. نعم دونك سمعت احد من الاخوه تكلم على الظلم اثناء الثوره الجزائريه. نعم دونك نسمع دروكا حول جثث العاقدين سي الحواس وسامي روش. لازم الاخوه يفهموا شيء مهم، ان بعض خاصه ضباط اللي هربوا من الجيش الفرنسي ديزارتور دو لارمي فرونسيز لديهم عقده اتجاه الثوريين اللي داروا الثوره. دونك هذه الجثث سي استناسسينا سيمبوليك اغتيال رمزي للشرعية. لازم تعرف الأخ نور الدين إذا تعرف العقيد علي ملاح قائد الناحية السادسة بعد مؤتمر صومال ولا اغتداثنا الثورة مرتب بعد الاستقلال كانت تخدم عاملة نظافة فم دو ميناج عند المحافظة علي فلان تيزي وزو هذاك المحافظ. نعم بارك الله فيك الأخ سعيد، راك ذكرتنا هذه نقطة مهمة جدا نتاع حقرة نتاع النساء الشهداء. نعم تفضل. دونك كانت سيتي فام دو ميناج عاملة نظافة عند محافظ كان ربما كي كان في الجبل، إذا كان في الجبل ربما كان كي جنرال توفيق كان يقشر في البطاطا. دونك هذا ظلم. الشيء ثاني واحد الأخ ذكر كريم بالقاسم، كريم بالقاسم ومحمد خيضر لديهم شرعية باسك شرعية ثورية لديهم الكفاءة قتلوهم. كي تشوف واحد كي حسين يتحمل نفوه راح لسويسرا بن خداع و... حسين يتحمل هرب راح لسويسرا مش نفوه، باش نعطيه المعلومات كما هي، هرب من الحبس وراح لسويسرا. دونك سني با زان اكزيل. لا لا دونك هو راه لاجئ، ولكن باش ما نقولوش منفي نفاوه، خطر منفي باش نمدوا المصطلح الصحيح. لما منفي الناس اللي داوه من تاع كاليدونيا الجديده جزائريين وهزوهم رموهم ثم هذوك منفيين. كاين جزائريين اللي هزوهم من فرنسا ونفاوهم لبوركينا فاسو، هذو منفيين. اما واحد هو راه هرب من الحبس وراح هو لجأ، راح لاجئ في سويسرا. داكور فرق بين اللجوء والنفي. تفضل الاخ. داكور دونك كي نلقى واحد 64 سميس بيسك قلت لك الهروب، دونك مام هو محمد بوضياف الله يرحمه هرب للمغرب. نعم وكان لاجئ في المغرب. نعم دونك سي دي زيكزي دي بوليتيك نفي ربما لي كونسيبت اون عرب سي ان بو ديفيسيل معليش. دونك قلت لك هادو ضباط فرنسا لديهم عقده تاع مع هؤلاء الثوريين، دونك لجاؤوا الى الاستبداد والاقصاء. كي تشوف بن بلا دار باسكو صاليستا فيريفيي عنده دار امر كاع لي فام دو الارامي تاع الشهداء يعطو لهم السلاح باش يخدمو دي فام دو ميناج تاع لا بروف. حتى 1990 كاين نساء، حتى 86 بعد بدات السلطه كومونس ا ريكوبيري لا فامي ريفوليسيونير لا بليبار سي دي فام دو ميناج. دونك سا سي اقصاء في الثورة الأسرة الثورية. أما الظلم فبرسك سمعت لبطريوت الأخ نوردين، أنا لدي الانوكازيون حضرت كي تشارعوا الحاكم الشنوي ومجنون هذا اللي ما متهم بالقتل نتاع معطوب الوناس. نعم على بالك شفت والناس كاع يقدر يشوفوه ان باتريوت كوني دون لا ريجيون. نعم راح الحبس، راح الحبس وجاب الشنوي جابوه للدار وقعد كاع مع لا فامي وقالوا
يا خويا راك تعرف بلي الضباط الاحرار في انجلترا راه داروا منشور خرجوا من الحبس. شوف ان باتريوت كومو الى لو بوفوار دالي شي ابناء كنون وما درك ابناء كنون الى راه من امبريزوني على ميزون دونك دوفون قدام العائله قالوا شوف كاين منشور من ضباط الاحرار في انجلترا داروا بلي انا كومبليس متواطئ في اغتيال المرحوم معتوب لونس. دونك لازم كي تروح للاستنطاق قول بلي راني مشارك باندي غير مباشر باسكو لي دي جو كي ماكوس كو جو سوي ديرير لاساسينا دو معتوب لونس. دونك سا سو فوا بلي سي باتريوت لا ايزون بروفيتي دو ليتا دورجونس حالات الطوارئ des seigneurs de guerre, sans loi, sans foi. Donc, je peux parler sur ça. Je vais vous donner un exemple en 2001. En 2001, un chef de la milice il a tiré sur un jeune manifestant dans une manifestation en 2001. Il a tiré parce que راح قدام لاستاد عبد الرحمن ميرا وعلى باسكو سا سي سا ريستا فيريفي اونكور مي ليسونسييل الى اكوزي لي مانيفيستون كي شيرش ا ديتروي لاستاد تاع عبد الرحمن ميرا. دونك لا تيري سور لي مانيفيستون قتل واحد الشاب عمرو 21 سنه. نعم دونك معليش راك قتلت الدار واش دار واش دار مي اوتونك ميليس Il est encore libre, donc il peut faire ce qu'il veut. Il marche toujours avec les clashs. Ou le Mahmien mental le sultan. Donc, parce que Nordin se met qui n'ont les patriotes. Les patriotes, c'est des. Comment c'est des. Mythèle Sarer par rapport au chef de Foum. كي تشوف ربما تبعت القضية مع الجنرال حسن كي نشوف واحد كيما طليبة تاع الافلام يقول في حوار مع قناة خاصة يقول حسن وجماعته كانوا يديروا محسوب يديروا واش يحبوا خارج القانون كانوا يجيبوا الناس من دارهم هذا طليبة اللي يقول صحيح طليبة سي لو فيس بريزيدون دو لا بي ان سمعته نعم صحيح نعم صحيح دونك كي تشوف واحد باسكو ميم لوي لي تي اكوزي د باسكو جو سي با كومو ميم لوي لي طران دي كاسرول دونك تشوف الجنرال حسن بالليل الى راه ما عنديش محسوب نروح نجي لدارك نجيبك بلا مذكره توقيف بلا من امر لا من المحكمه دونك بيتيت افيك سي ديكلاراسيون لا On commence à comprendre le dossier des disparus, le mufkoudi. Ou من غدوة هذاك نشوف الجنرال توفيق يهضر بلي الجنرال حسن هو وطني. Donc ça se voit que nous sommes dans un état voyou. Bien sûr. Donc le. Allô. نعم من يسمع فيك؟ Donc juste. نعم شكرا. شكرا أخي سعيد. نعود نرجع للإخوة الآخرين الميكروفون من فضلك. نعود نرجع لك الأخ سعيد. أخ سعيد من بريطانيا الآن راني نناقشوا في النقطة اللي تتعلق بالفئات اللي مستها الحقرة والجهات اللي تقف وراء الحقرة. تفضل الأخ سعيد. ألو ألو أخ سعيد هل تسمعوني؟ تفضل الأخ سامي. سامي من كندا. ألو نعم تفضل الأخ سامي. إيه أنا كنت حاب يعني لما نتكلموا على الحقرة نتكلموا على كامل الحقرة اللي صارت في هذاك الوقت. تفضل الأخ سامي راك تتكلم على المباشر وبحرية. إيه تفضل. راني جاي نتكلموا على كامل الحقرة اللي صارت في هذاك الوقت ما نتكلموش برك على حقرة النظام. نتكلم على حقرة الإسلامويين يا خويا. احنا نسمع احنا نحكيو على اسمع نتبادلوا الوسمو. احنا نحكيو على الحقرة نتاع النظام وانت تحكي على الحقرة نتاع الإسلاميين. راني واحد انا ما حقرونيش الإسلاميين حقرني النظام. ما نتحدثش انا على ناس اللي ما حقرونيش. انا نتحدث على الناس اللي حقروني. انت الى حقرك الإسلاميين تفضل احكي. اذا كان فيه واحد راهو من الضحايا نتاع الإسلاميين يجي يتفضل على المباشر ويحكي.
تفضل. انا ما نتكلم لكش على الشخص ديالي، انا نتكلم لك على حقرة الشعب. الناس حقروا الشعب وانا من الشعب، ما نتكلمش على امور شخصيه. كيف هذا الناس حقروا كامل الشعب، هذه الجماعات هذو حقروا شعب كامل وانا كنت بين الشعب. مستحيل ان هذا الناس ما حقروكش، هما ثاني حقروك. لا هما ثاني لا 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 فتيل 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 واسمه فتيل النار. انا واحد من العائله تاعي ذبحوه كل خروف، علاش؟ على لانه كان في الخدمه الوطنيه. نعم الخدمه الوطنيه راك شعبي واش بك؟ ايه والان راه هذه كلام كلام قيل لك الاخ سامي. اشتو بعينيه كيفاش قيل لي من العائله تاعي هذا اللي ذبحوه؟ نعم كيفاش قيل لي؟ يعني هما ذبحوه في الليل، انا جزت من دم في الصباح وكان الدم تاعو وكانك ذبحت خروف. بصح قالوا لك كيفاش قيل لي؟ الناس اللي المجموعه الاولى نعرفهم، يعني الناس حتى واحد ما تعدى عليهم، يعني الجماعه الاولى اللي ما سمعتش درك واش كان يحكي درك الاخ سعيد، هو انه نتاع الاعترافات، هذا راه اعترافات نتاع واحد راهو نائب بين قوسين في البرلمان، ورانا جبنا ناس راهو المره الاخيره الا كان سمعت هذاك الشخص هذاك اللي جبناه اللي هو راهو كان في المنطقه نتاع تيزي وزو، كانوا عباره عن مجموعه من الفويوات، وكانوا هما يقوموا باعمال وتلصق في الاسلاميين. وبطبيعه الحال انا لما راني نقول لك في هذا الكلام انا ما رانيش مبرئ فيهم، كاين منهم الناس اللي راهم درك هما ارتكبوا جرائم سواء بفتاوى خاطئه والله سواء بالجهل نتاعهم والله بالغرور نتاعهم والله من كثره الظلم هما انه صاروا حتى هما يظلموا في الناس. انا ما رانيش نبرئ لك فيهم، ولكن احنا حابين نتحدثوا الاخ سامي لما نقول انا دوك لما تقول لي انت مثلا في المنطقه نتاعك، انا نعرف الناس، نعرف هذ الناس اللي راك تقول انت دوك اسلاميين، انا ما نجمعهمش. انا درك مثلا في الفيس انا ما نقارنش الناس اللي راهم في العاصمه بالناس اللي راهم في المنطقه نتاعنا، لانه اصحاب المنطقه نتاعنا نعرفهم قبل ظهور الفيس. تفضل. خليني نتكلم مردين، ما تقاطعنيش، خلي لي بعض الدقائق برك من بعد تكلم يعني كيما حبيت. تفضل. سؤال واسمو الحقره اللي صارت في هذاك الوقت، هذه تاع الجماعات الاسلاميه كامل المخابرات، هذا كذب، هذا استخدموه. يعني هل هناك اختراق؟ هناك اختراق. هل الناس هذو يعني نشأوا جماعات؟ المخابرات نشأت جماعات، لكن باش تجي تقول لي جميع الجماعات الإسلامية هذه مخابرات، هذا كذب. هذو الناس تاع الفيس هما اللي حابين يديروا هذا الشيء باش يغسلوا يديهم يعني من الدم تاع الجزائريين. نعم هما متورطين في الدم تاع الجزائريين. الجماعات الإسلامية ما كانتش مخابرات، حبة من حبة وكارهة من كاره، والدنيا مع الوقف. ولو هذ الناس هذو طيحوا النظام لقال لك هذو مجاهدين في سبيل الله. كي ما طيحوش النظام والنظام مرمدهم قال لك هذو كامل مخابرات وحنا ما على بالناش بهم وخطينا وكامل. نعم الان هذا الكلام يصبرني برك يا سيدي، هذا الكلام نتكلم دقيقه يا الاخ الكريم. شوف نقول لك انا، انت دوك الا راك انت اللي تجيري في الحوار حاجه اخرى، حنا دوك رانا نتناقشوا. شوف انت دوك الكلام هذا اللي قلته راهو العيايده بنفسه هو راهو قالوا، تسمى الكلام انت هذا اللي قلته راهو ياكدوا العيايده. تفضل. في واش رايك هذا الكلام اللي كنت تقول فيه؟ ايه العيايده انا سمعت الشهاده تاعو. نعم كان يقول بلي ان ابن واسمو عباسي مداني كان يمول فيه. نعم قال حتى لا مرسيدس اللي كنت نسوقها كانت لا مرسيدس تاع ابن عباسي مداني. نعم ابن عباسي مداني الان خلق قناه في لندن وين راه تقول بلي ان الناس مخابرات، ولا حتى العيايده، ولا مثلا المداني مزرق ولا حاجه، ولو يتكلموا يعني باحترام بالنسبه للمخابرات ويتكلموا ويسبوا هذ الناس. قال لك على الاقل هذو الناس ما سبوناش، على الاقل هذ الناس احترمونا. يعني هذا فيما يخص، راك تلفت لي كاع واش كنت حاب نقول انا. ايه راح نوليو يعني لهذيك المرحله. هذيك المرحله يعني زوج هذو، التيار الاسلامي وهذا الراديكالي اللي طلعوا للجبل والنظام، هما اللي قاموا هما اللي حقروا الشعب في هذاك الوقت. اما اذا كان الناس راه يعني يلقاو يقول لك رده فعل ومبررات، اوكي انا متفق. لكن هل الناس اللي تعدوا عليهم هذه الجماعات واللي هما رفدوا السلاح ولاو يتصرفوا بنفس الطريقه كالارهابيين، هل هذو ثاني رده فعل؟ هل تلقاو لهم ثاني مبررات؟ هل هاد الناس ثاني كان عندهم الحق
ويدير واش يديروا مثل الباتريوت، مثل هذه الجماعات هذه اللي مثل المجازر الجماعيه. انا متاكد ان المجازر الجماعيه فيها عدد كبير من الانتقام يعني، وقامت بها يعني مجموعات مواليه للسلطه وقريبه من، لانها صارت قريب من المساكنات العسكريه. فواحد كيحلل هذيك المرحله لازم يحلها بالشقين نتاعها يعني، بالنظام اللي ظلموا الشعب، وبالوسمو بالجماعات الاسلاميه اللي ذبحوا قتلوا اغتصبوا داروا تير في الشعب هما ثاني. واذا لقيتوا لهم مبررات للجماعات الاسلاميه يا سيدي لقاو المبررات للعمليات اللي جات من بعد. واحد مثلا اغتصبوا له بنته هو ثاني عنده الحقير في السلاح ويولي يتصرف كما الجماعات الاسلاميه. هذا ما كان. والسلام عليكم. وعليكم السلام. المهم الاخ سامي، شوف نقول لك الا كان راك حبه تلفقنا التهمه هذه نتاع تبرير نتاع العمل المسلح، انا ما رانيش نبرر في العمل المسلح للناس هذو. انا مانيش نتهمك، اسمح لي نور الدين، انا نتكلم على شغل المنطق تاع لا الحقره. شوف نقول لك، انا نقولكش انت شخصيا راك تبرر في العمل. اخ سامي المسلح. اخ سامي شوف، لكن لما تتكلم الا على جرائم لا 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 نظام، تكلم ثاني على جرائم الجماعات المسلحه واش داروا في الشعب. شوف نقول لك، تكلم على الزوج. اسمح لي، تكلم على جهه واحده. اسمح لي، شوف احنا شوف نقول لك، النظام هو اللي راهو عنده الوسائل، عنده القضاء وعنده الجيش وعنده الشرطة وعنده الإعلام وعنده المال وعنده المؤسسات اللي راهو يحكم بها. درك هذا نتاع الجماعات المسلحة سيدي نسميهم عصابات ونسميهم قطاع طرق. انت درك لما درك مثلا هذا واحد من تو الجماعات المسلحة راهو هو هارب راهو في منطقة هارب على روحه، هارب قال مثلا من المطارد نتاع الشرطه ولا من تاع الدرك راهو هارب. جاء واحد في الطريق هو تعرض له في الطريق اعطاه، ولكن انت ترى عندك الثكانه سي محمد، راه عندك البريغاد هذيك، انت تقدر تروح تجيب واحد وتحقق معاه. تمكش ما تخدمش خدمه نتاع قطاع الطرق. انت لما تروح تهز واحد مثلا، انا اعطيت لك الاسم هذا نتاع عيسى بتيش، هذا راهو انسان ابن شهيد، ربما اللي راهو هزو راهو ربما حركي ولا ابن حركي. تهزو انت تديه انت تقتلو، تدي له سياره نتاعو، ولما يجي واحد مثلا يتكلم على المعرفه نتاع الحقيقه نتاعو تقول له انت باللي راك تنشر في الفتنه. انا ما رانيش نبرر لك درك، انا في نتاع واحد هز السلاح. كاين الناس اللي راهم هزوا السلاح وما راهم كان عندهم الفكر نتاعهم هذا قبل ما يظهر هذا الفيس. كاين الناس اللي كانوا في الجماعة نتاع بويا علي قبل ما يظهر الفيس، كانوا الناس اللي كانوا في أفغانستان قبل ما يظهر الفيس، كانوا هزينهم سلاح ومعتقدينهم باللي الطريق هذاك نتاع قيام الخلافة لازم يهزوا السلاح. ولكن في المقابل يا الأخ سامي، وكاينين الناس اللي راهم درك هما في الجبهة الإسلامية يؤمنون بالديمقراطية ويؤمنون بالتداول السلمي على السلطة، وعندهم هما توجه إسلامي، نشطوا وانتخب عليهم الشعب وفازوا بالانتخابات الشعب، وصار فيه اعتداء على الحريات نتاع الناس، صار فيه اعتقالات، كاين الناس خرجوهم من الخدمة نتاعهم، كاين الناس اعتدوا عليهم، وكاينين الناس ظلمة وحقارين قاموا بأفعال. دوك حنا تلما تقول لي درك مثلا ناس في الفيس ونولي ونقول احنا بقلب باللي التيار الاسلامي هكذا راهم ظالمه وحقارين، نحكيوا هكذاك بالعام. لا، واحد راهو هو من التيار الاسلامي حقار نقولوا باللي ذا حقار، واحد اللي راهو دوك هو من الجيش، انا دوك نقول لك باللي الناس اللي كانوا هامله كامل لابسين البذله العسكريه كانوا حقارين. لا ابدا ابدا، كاين الناس احنا رانا نعرفهم من العائلات نتاعنا، كاين الناس راهم في الجيش، راهم هما حب في الجيش وحب في الدول الجزائرية وحب في الدفاع المواطن الجزائري، هما لبسوا البذلة العسكرية ويمشي ويدافعوا المواطن، مش حقارين، يخدموا في خدمتهم. كاين الناس اضطرتهم ظروف، كاين الناس راحوا يخدموا في الخدمة العسكرية كيف، كاين الناس يحقروا حتى داخل الجيش حقارين، حتى داخل الشرطة حقارين، حتى داخل الدرك حقارين. والحقرة هذه ماهيش فقط خاصة بالناس، حتى الناس اللي كانوا علمانيين كانوا يحقروا. سعيد سعدي ما كانش حقار، ما قالش باللي في التلفزة قدام ربي وعباده قال لعباسي مدني تربحوا وما نخليكمش توصلوا، ما قالهاش. كاينين اللي حقارين،
علمانيا يحقر واحد يعتبر باللي هذاك الاسلامي راه هو متخلف وراه عايش في قرون ما على باليش كذا، وفي المقابل واحد راهو اسلامي يشوف باللي العلماني هذاك راهو هو كافر وما يامنش بربي وما يامنش بكذا، الورك في زوج غلطين. واعتقد رانا نحكيو بموضوعيه، ما راناش نحكيو غير فقط على جهه، حتى اذا كان راه ذوك مثلا النسبه الكبيره يتحملها الناس اللي راهم كانوا في النظام، لانه هما اللي اسوا هذا النظام الحقار. تفضل الاخ سامي. تما راك متفق بلي لاياس والجيات هما ثاني يحقروا الشعب. ما مش كامل. انا ذوك اللي راهو كاين هو في لاياس، راهو ذرك هو كيما كنت نقول لك باللي انا هو لقى روحو باللي راهو في الجبل. يا راجل يا الاخ سامي، انت راك ما تعرضتش لوسمو، على بالك باللي انا شخصيا نحكي معاك لفقولي تهمه ونعرف الاسماء وقادر نسميهم، ما نسميهمش لانه في المنطقه نتاعنا كاين عائلات وربما قادر تصرى مشاكل. شوف عيطولي الشرطه، كي رحت لثما للشرطه نسمع فيهم يهضروا، انا كنت ثما في الريسبسيون في نتاع الشرطه نسمع فيهم يتكلموا الشرطه، يقول له هكذا يقول له هذا، دوك نديروا له موندا ديبو، نسمع فيهم يتكلموا عليا، وانا قاسما بالله ما على بالي بالموضوع، لفقوا لي تهمه هكذا. انا كنت نتكلم كيما راني درك ننتقد في النظام، وقلت لهم في ذلك الوقت على هذا بالعيد عبد السلام، والله العظيم العام والله ما يدوروا راهم مازالوا حيين، كي نحاو بالعيد عبد السلام اعتبروها باللي شغل انا ما على باليش واش، ناس مرضى لفقوا لي تهمه باللي انا راني نشجع وكذا 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 ونشجع في القتل وفي، وانا قاسما بالله لا على بالي بهم. داوني للشرطه، تخيل والله واحد يقولوا له سليم ضابط درك راه بالك راهو خرج راهو في الروترات، والله بالك راهو ضابط كبير، كان في ذاك الوقت ضابط نتاع الشرطه بالسلاح، تعرف واش يقول لي؟ تطلع الجبل والله تبلع فمك، ما كانش حاجه واحده اخرى. هيا تخيل انت درك انت واش هي الحاجه اللي تخيرها، تطلع الجبل ولا تبلع فمك؟ هذا درك هذا ضابط تاع شرطه تخوفيا. نور الدين، انا مانيش انا متفق معكم، انا متفق انا كل واش قلتوه حق. انا عشت ثاني الناس تاع التيار الاسلامي اللي تظلموا، انا واحد كان استاذ تاعي في المسجد شكوا فيه داوه الكازر، عذبوه واحد يومين ولا ثلاث ايام، كان عندي صديق لي يسكن قدام الكازرة قال لي من الصراخ تاعو ما قدرناش نرقدو، كانوا صرات عمليات يعني هكذا قتل، حتى واحد ما على بالو شكون اللي دارها، راحوا للمسجد رفدوا كاع الناس اللي كانوا يشكوا فيهم واستنطقوهم يعني لايام، وكيما شافوا ما عندهم حتى شيء يعني زادوا عاودوا طلقوهم. يعني هذه موجوده، كاين الناس راحوا للسود باطل. انا ما نقولكش بلي ماهيش صحيح، انا التيار الاسلامي الاسلاموي هذا ما تعرضش، نعرفهم شخصيا الناس اللي تعرضوا يعني الظلم والقهر وكيف كيف حبيت، لكن نعرفهم شخصيا الناس اللي طلعوا للجبل حتى واحد ما هضر معاهم، ما كانوش اصلا في الفيس، كانوا متعاطفين برك، كانوا يقتلوا يعاودوا يدخلوا لديارهم لمده معينه حتى فاقوا لهم فيما بعد. وفيما بعد يعني كي جات المصالحه هذه، يعني الامير تاع الجهه اللي كان يقتل هو راه يدور الان بطريقه يعني حره مع الانسان اللي قتل له خوه. يعني تخيل في مدينه واحده، واحد يقتل لك باباك ولا يقتل لك خوك تشوفوا شك صباح. يعني انا ما على باليش واش كاين ديجا، ربي يجيب له صبر، لان اي واحد فينا يطلع له الدم للراس يدخل في جدو. ما على باليش انا، لانها مصالحه ما كانش مبنيه على الحقوق. فكل هذا الشيء صحيح، انا ما قلت لكش كذا. شوف نزيدك نزيدك ان الظلم صرا من طرفين، من طرف التيار الاسلاموي هذا اللي كانوا حابين يديروا دوله اسلاميه يعني ذرع، والناس اللي كانوا في النظام اللي كان قال لك يا تمسلنا في النظام ولا تمسلنا في المصالح تاعنا نحرقوا جدكم، ما يستعرفوا بحتى شيء، ودخلوا يعني ناس يعني كاملين، يعني ناس لا نقال لهم ولا جمل، يعني ما كانوا حتى مسياسين يعني. دخلوا في حرب ما دخلوهم فيها اصلا، ندخلوهم فيها والدنيا تحرقت، وانا عندي هذه هي المرحله اللي تحرقت فيها البلاد. اما اغلبيه الشعب دخلوا في حرب ما همش فاهمينها اصلا. نعم. شوف نزيدك زوج حوايج برك الاخ سامي، وبطبيعه الحال في هذه الامور هي ما كنتش ناوي انا باش نتكلم فيهم، يعني امور شخصيه، ولكن مادام راهم هما يخدموا الموضوع هذا نتاع الحقره نقولهم للناس.
في المنطقة هذه نتاعنا نتاع برج الغدير كان مدير نتاع التكوين المهني، كانوا في ذاك الوقت أنا وقفوني من الخدمة، كنت نخدم في الثانوية نتاع برج الغدير ظلما وعدوانا وقفوني. المهم من بعد أنا سمعت باللي كاين بوست في التكوين المهني في برج الغدير، رحت كاين واحد نعرفه قال لي باللي راهو كاين بوست، إذا كنت تحب تجي تخدم ثم روح جيب ملف نتاعك وحط ملف ثم. رحت وتكلمت مع المدير تاع التكوين المهني ورحب بيا. بعد أسبوع ولا عشر أيام رحت لثم أنا نسقسي على البوست هذاك اللي كلمني عليه، نلقى واحد خدام ثم. من بعد أنا تكلمت مع المدير قلت له راني جيت وراني كلمت معاكم أنا، قال لي يا أخويا ما جيت ما على بالي بك، والملف بعثته عن طريق البريد يعني بالركوموندي. هذه حاجة. من بعد جاتني المعلومات لأنه عندنا إخوة راهم يخدموا في كل مكان يعني أهل المنطقة ونعرفوا بعضنا البعض، قال لي باللي راهم داروا أونكات، قالوا باللي السيد هذاك ما لازمش يدي المكان هذا. هذه واحدة. حاجة ثانية هذه نقولوا في التسعينات. حاجة ثانية هذه وأنا مع أحمد طالب الإبراهيمي، يعني في المرحلة هذيك وندار الحزب هذاك تاع حركة الوفاء والعدل. قاسما بالله جاني قائد الفرقة نتاع الدرك الوطني بعد ما غلقوا المحلات المقرات، بالك لا درك شفيت الوقت هذاك مانيش عارف الا كنت تتبع في الأحداث، غلقوا المقرات نتاع الحزب هذا اللي كان الرئيس تاعه هو أحمد طالب الإبراهيمي. كذا راهو كان وزير، راهو كان وزير خارجية وكان راهو من الناس اللي في النظام. تعرف وش جاء قال لي هذا في قائد الفرقة نتاع الدرك الوطني يقولوا له مختار، اللقب نتاعه وقيل مختاري هكذا من جوية تاع قسنطينة. هو قالوا لي مؤخرا سمعت قالوا لي باللي توفى في حادث مرور. تخيل وش قال لي، قال لي باللي سيخة بابا، قال لي باللي شوف راهم بعثوا لي تيليجرام باش ندير تحقيق عليك. قال لي انا من حقق عليك من حوس عليك، راني نعرفك ونعرف العائله نتاعك وكل شيء. قال لي بصح شوف نقول لك حاجه، ما تستنانيش باش نجي نهزك. قال لي شوف طريق على عمرك، قال لي ما تبقاش تستنى فيا، قال لي لانه اذا كان عطاوني امر على جل باش نجي نهزك راك ما عدتش تاكل النعمه، فهمت؟ ومن بعد انا خرجت. تخيل انت مره حبوا باش يلفقوا لي تهمة، تعرفوا اش داروا؟ حكموا دابة. هذو مجموعة من الحركة، انا نسميهم الحركة، حكموا دابة، واحد ضربها بموس في الشرب نتاعها ومن بعد الدم هذاك يسيح، والدابة هذيك تولد دار تاعنا. الدابة هذيك تمشي والدم ثم يسيح قدام الدار، فهمت؟ قدام الدار الدم يسيح. من بعد هو يضر هذاك الشارب هذاك مقطعوه بالموس، هي تولي تحك في الشارب تاعها على التراب ولا على الحشيش ولا كذا. ومن بعد راحوا غدوة للدرك قالوا لهم باللي رانا لقينا الدم قدام دار تاع فلان. جاو الجيش وجاو الدرك وجاو الشرطة، القيامة نايضة. وانا ما على باليش، انا كنت في ذاك الوقت رحت للبرج لأنه نسكن في برج غدير، رحت للبرج على جل باش نسلك فاتورة نتاع تليفون. كي رجعت نلقى الدنيا مقلبة، وش صرا هذا وش صرا؟ نلقاهم رايحين يصوتوا على الحيط. عيطت أنا كان ثم كوميسار، قلت له وراك رايح سي محمد، رواح دخل الباب، علاش راك تصوتي على الحيط؟ رواح ندخل الباب نحلك الباب ودخل. دخلوا للدار، تخيل كان صندوق ثم، كان عندي خويا كان في العسكر بكري، خرج برتبة نتاع كابيتان، كان راح يعلق كوموندو وخرج في الوقت هذاك، راه معروف يعرفوه الناس. القوا هذوك تعرف شو هو يا والدنيا قلبوها. ومن بعد جاوا نتوع الدرك ونتوع الشرطة ومن بعد حقوا في القضية، القوها باللي دابة داروها على جل باش يعطيو لهم السلاح. يعني انت على جل حبت باش تاخذ انت السلاح تروح انت تلفق تهمة الواحد على جل باش يقتلوه؟ علاه؟ هذه راها تسمى داخله في الحقره هذه. علاه؟ لماذا؟ واحد انت
واش دار لك؟ واش درت لك انا على جال باش انت تلفق لي التهمه هذه؟ لماذا؟ علاه؟ هاني دوك انا في فرنسا وكاين منهم اللي مات شي انت الموتات، كاين كل واحد كيفاه صاب ربي. علاه؟ لماذا؟ انت ماكش تدفع للناس اللي هزوا السلاح؟ علاه؟ انا نتهرب منك من كل حاجه، كل ما نهرب انا من حاجز تحطني انت في حاجز واحد اخر. علاه؟ لماذا؟ لماذا؟ مرة حكموني في الطريق، تخيل، نعرف الشخص، نعرفه بالاسم وباللقب، وحتى مو من العائلة، من العائلة نتاعنا، في الطريق اعطيني البطاقة نتاع تعريفتك، ماكش جيت شارشي فيا، اعطيني بطاقة نتاع تعريف. قلت له يا اخي تعرفني؟ قال لي لا 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 لا، المعرفة خليها ابار يا سي محمد. ما قلت لكش انا راني ندير معك في المعرفة، قلت لك راك تعرفني. يسميوها بطاقة التعريف. هزوني تخيل في الطريق، داروني في هذيك نتاع النيسان هذيك نتاعهم، وداوني الطلكي والكي والدنيا مقلبة، راه مداو فلان. دخلنا لثما للكوميساريا، هذاك الضابط نتاع الشرطة لما دخلت انا قال لي واش كاين؟ قلت له دي راه هاي كيفاه هاي كيفاه على بطاقة التعريف. حط يديه على راسه وقال لي خباب اخويا، قال لي واش راح نقول لك؟ قال لي والله راه مبهدلونا، قال لي والمشكل يطيحونا غير مع الناس اللي نعرفهم بالكلام هذا. وذرك هو وخرج، راهو قالوا لي راهو في الخارج. هذه أمثلة. أنا راني لخر من الناس، كاين الناس اللي راهم اعتدوا لهم على الحرمات نتاعهم يا الأخسامي، كاين الناس اللي راهم اغتصبوهم، كي راهو الظلم اللي داروه، الحقرة اللي داروها راهو يعلم بها ربي. وهذو منهم حقارين. وش هو هذو منهم؟ والله العظيم شوف نحكي لك، كاين منهم اللي كان يشوفني حط راسه كل هالجلاء باش يحقروا الناس، حقروهم بالسلاح فقط. هذا مكان يعني واحد كان راسه ما يقدرش يهزه، لما دخل هو للشرطة ولا دخل للدرك هز سلاح يحقر في الناس. يعني تخيل هو يدفعك على جلب باش انت غدوة تضربه بصاروخ، يعني هو هز السلاح انت تضربه بصاروخ. وهذا الشيء اللي راهو درك انت تشوف فيه دركا، راهو صاري في ليبيا وراهو صاري في سوريا، مناه من الحقرة. واحد خاطيك على لي، لماذا التعميم؟ انا اخويا هاني قلت لك شوف، هذا نتاع القائد نتاع الدرك الوطني، انا درك هذه راهو دارها لي، انا ما نروحش نظلمه. هاو هو راهو جا هو منعني من الموت. واحد ربما راهو هو يعرفك وقريت معاه، راهو هو يروح يشكي بك. لماذا؟ لانه قضيه نتاع حاجه واحده اخرى، تاع تصفيه حسابات عندك معاه حاجه، والله قال مثلا نهار ما قلتوش صباح الخير، والله ما قيمتوش، والله هو يختلق لك حاجة ويحب على جل باش يمحيك من الدنيا هذه. أنا جالية مرة ضابط نتاع الشرطة جالية قال لي فلان راك دير الباسبور في الدائرة، قلت له نعم صحيح. قال لي روح بعد ساعة هز الباسبور تاعك، إلى ما هزيتش الباسبور تاعك راهم يديوه الباسبور. قلت له علاه؟ قال لي راهو فلان راهو قالنا باللي إرهابي. فلان أعطاني الاسم نتاعو، كان يقرأ معايا، كان يقرأ معايا، قرينا مع بعض، ودخل بالتزوير للشرطة، مزور شهادة مدرسية ودخل للشرطة، نعرفه بالاسم وباللقب وما درت له حتى حاجة. وش هي؟ مرة كنا في الطريق، كانت واحدة أرملة، فهمت، مات رجلها وخلالها ليتامة، كنا على جل باش نحفروا في الطريق باش ندخلوا لها الماء للدار. وجا هو في قرية، جا هو عاقب في الطريق باش يقعد هو ربع ساعة ولا ذيك على جل باش يردموا تيو هذاك. جا هو بدا يفهم، أنا على بالي به كان يقرأ معايا وشرطي على بالي به، بدا هكذا ينفخ في روحه. قلت له واش تنفخ في روحك؟ خير أني نعرفك واش، يلا هاو السماء وهبطها هكذا. هو خلق لي قضية. هذا مكان ما كان حتى حاجة واحد اخرى. وزيد وزيد وزيد. انا باش ما اعطونا الدالة سيدي، اعطونا الدالة والله ربي يهديكم انتم مثلا. اوكي خلاص هيا خليها عيسى. تفضل الاخ محمد سعيد. شكرا الاخ سامي. تفضل الاخ محمد سعيد ومن بعد نجي لك عيسى. تفضل الاخ محمد سعيد. شكرا اخي نور الدين، ما يؤسفني جدا، انا كنت استمع الى كل التعليقات. كل ما يؤسفني ان نقولها
اللغة الفرنسية باش يفهموا جهات أخرى لسيكاتريس نتاع الحجر وما زالت لحد الآن. تا أخي نور الدين تعرف باللي راني في الجزائر وطن. نعمة الله عليك. أنت تعرف بأني في بلد أجدادي. أنت تعرف بأني في بلد الشهيد العربي بن مهيدي جدي رحمه الله ورحم الشهداء أجمعين. آمين. أنت تعرف بأني قلبي يتمزق من الأسى والحزن أن مأساة العشرية السوداء ما زالت إلى حد الآن. سوف أوضح للإخوة المستمعين والمستمعات في داخل الجزائر وخارجها. استدعيت لإدارة مشروع دولة، مشروع حماية الحدود الجزائرية، ولا أخاف إلا من الله ولا أخشى الله سبحانه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن حاول استدراجي إلى الطريق الآخر. اجتمعت إلى كل الإخوة، لكن الأخطر من ذلك أن هذه المعاساة لسيكاتريس ستكونتيني جسكا نتخرجو. كيف؟ حاولوا استدراجي إلى طبعا الفساد، لكن أنا إنسان لدي مبادئ، لدي مبادئ وقدوة الشهداء، أنني لن أنحرف عن طريقه، أنني لن أنحرف عن مبدأ أول نوفمبر. أنا لا أتكلم عن نفسي، أنا أتكلم عن الجزائر. والجزائر قضيتنا في المصالحة الوطنية في الجزائر في إذاعة وطني. رغم اختلافي معك ولا أدري، لكن مبدئي ما زال متمسك بالمصالحة الجزائرية والمصالحة الوطنية الحقيقية. لما فشلوا في استدراجي إلى الفساد وإلى غير ذلك والرشوة وإلى غير ذلك، رفعوا تقرير إلى الوزارات المعنية والصاهرة على هذا المشروع، المشروع الدولة حماية الحدود الجزائرية. لا أستطيع أن أفخر فيه لأنني أديت أمين للشركة التي أعمل بها أن أحترم هذه الأمور، لا داعي للدخول في خصوصيات. طبعا عرفوا أنني لست من النوع الذي أتحرف ولا الذي أغتر. فطبعا لجأوا إلى أمور أخرى، ولا من بينها أول وقبل كل شيء الاستفزاز. والاستفزاز يدخل في إطار الحجرة، الاستفزاز يدخل في إطار التخويف، الاستفزاز يدخل في إطار هذا ما وصلنا إليه مع الأسف. لأن ما وقعت الجزائر في العشرية السوداء ما زالت هناك كما يقول لك أثاره موجودة إلى حد الآن، وقد عشتها أنا شخصيا. فلم يستطيعوا تحريفي، لم يستطيعوا تغييري، لم يستطيعوا، فبدأت الحجرة. ماذا فعلوا؟ رفعوا تقرير إلى الوزارة المعنية والصاهرة على الأرض أن هذا الإنسان له مبادئ سياسية لا تسير، أنا أقول لا تسير مع المشروع. طبعا هم خائفون على أنفسهم، لأنني لاحظت أن هناك 24 مليون دولار ولا 24 مليون يورو عفوا ناقصة من المشروع، ولا بد علي من تحقيقها كمدير المشروع طبعا. فبدأت الحجرة. ماذا فعلوا؟ رفعوا تقرير إلى الوزارة وقالوا هذا الإنسان إنه يضيء لي طبعا صلاحيات هذا المشروع في إطار توجهه السياسي. هذه حجرة. ماذا فعلت الوزارات المعنية؟ وأنا أقول الوزارات وليس وزارة فقط، الوزارة رفعوا تقرير وقالوا هذا الإنسان لا يحق له أن يدير هذا المشروع، لأنه أداء سوف يضر بمصالح الدولة. مصالح الدولة من؟ أني أدافع عن الشعب الجزائري وثرواته. هذا مشروع دولة أخي المربي، تسمع فيها مليح. لا أنا أقول الحقيقة ولا أخاف إلا ولا أخشى إلا الله سبحانه وتعالى. أنا أقول الحقيقة ولا أخشى إلا الله. وتم توقيفي في مطار هواري بونجيل عند رجوعي إلى بلدي المستضيف أو بريطانيا. كيف وقفوا؟ لأنهم سربوا تسجيلاتي على اليوتيوب للوزارة المعنية بأنها إنسان خطير جدا على من؟ خطر على الأمن نتاع البلاد. بارك الله فيك أخي نور الدين، بارك الله فيك أخي نور الدين. ما يحزنني وما يحزيني أني أتيت إلى الجزائر لخدمة وحماية
الحدود الجزائرية في إطار المشروع، لكن مع الأسف ما وجدت هناك في الجزائر خونة بأتم الكلمة، والحجرة ما زالت لسيكاتريس، الحجرة ما زالت إلى حد الآن لم يستطيعوا أدائي، لأنني طبعا لست إنسان وغير مبادئي، لست إنسان أتوجه إلى الرشوة والفساد. ربما راهم كاينين الناس في بريطانيا أخي بردين، ربما راهم كاينين الناس في بريطانيا، ولا ربما راهم هما عندهم علاقة بالقنصلية، ولا جابوها من وراك وخلاص. ما طبعا أنا جايك، أنا جايك للموضوع. هناك جراثيم يعملون لمصالح النظام، وأنا أعرفهم شخصيا وأقول أعرف شخصيا بالاسم. هؤلاء الناس الذين كما يقول لك شوهوا طبعا الجزائر وشوهوا حقوق الإنسان، كانوا ينتمون يقولون بأنهم كما يقول لك من مناضلين مخلصين. سوف أكشف ملفاتهم عاجلا أجلا، إذا أردت سوف أفتح المجال الملف معك على إذاعة مواطنة. ما عندي حتى مشكلة، المهم نديروا عليها برنامج إن شاء الله. بارك الله فيك. نبقى في الموضوع أنت الحجر. نبقى في الموضوع الحجر. فلم يبقى لهم إلا إقصائي، والإقصاء طبعا هو طبعا يدخل في إطار الحجر، لأنهم لم يجدوا أي ملف يثبت تهمتي به، ما عدا إلا أن رغم أن أقول وأجدد وأؤكد، لا، رغم أن المسير من قبلي كان من أصل مغربي، مغرب الأقصى، كيف لهذا الإنسان، وأقول كيف لهذا الإنسان يتحكم في أسرار الدولة الجزائرية وهو من أصل مغربي؟ نعم، هذا ما اكتشفت. نعم، شكرا الأخ محمد سعيد. تفضل عيسى. عيسى الأخ اللي راكم شغل الميكروفون، من فضلك طفيه. تفضل الأخ عيسى. أخ عيسى، وين وش من نقطة؟ رانا الآن رانا في مهم، رانا في النقطة ما قبل الأخيرة. تفضل. من هي الجهات ولا؟ نعم، الجهات اللي تقف وراء الحجرة، ويا هل ترى انتهت الحجرة في الجزائر؟ انا نزيد برك، باغي نزيد شويه برك باه يفهمنا خويا سامي خاصه. يا اخ سامي، انت اذا شت الدم نتاع بن عمك احنا ذبحوهم قدامنا، هذه تاع الخدمه الوطنيه بالذات، انا واحد من اللي كنت حاضر فيها، ثلاث حافلات نزلوا بها 20 واحد. نعم، الأخ نتاع موسمو، من فضلك الميكروفون. تفضل يا عيسى. سمعت قلت لك أخ سامي، 20 جزائري، 20 شاب في سن الخدمة الوطنية، ذبحوهم بسير جوان مضي، موش حتى سيف ولا شفقة لا رحمة، وكان بينهم ناس ما عندهمش حتى علاقة راح الخدمة الوطنية، تجار، فيهم واحد تاجر من باتنا يخدم عند بابا، ولك ما يسعى بابا. وهذه الكارثة هذه اللي صارت هذه، انه قبلها ب15 يوم تعلقت بيانات في المسجد، في المساجد، تقول ما تروحوش ديروا الخدمة الوطنية. بعدها ب15 يوم، لو كان كي نقول لك انا نقول اسلاميين ولا نقول نظام، اول شيء ظلمة، ما تشوفش، ما تعرفش جماعة اللحية المستعارة، لأنه ما تقدرش تشوف الوجه تاع السيد هذا، اللي الناس هذم اللي داروا في باراج، ما تقدرش تعرفهم بأي وش ما كنت، يزيد يضرب في هذيك اللامبة في وجهك هذيك، ما تقدرش تشوف مليح، وزيد ليعطيك شكوك باللي كي عجبه يا ربي واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقول أنا مسلم ويخاف ربي، أسكو يعطيها قلبه أنه يذبح شباب هكا في ما عنده حتى خطأ في دنيته هذا. وثاني شيء واللي اللي حيرني لليوم، لأنه هذه مواجع وجبتها ومعليش نزيدوا نذكروا بها الجزائريين، أنه كيفاش صلاة الجنازة يصلوها على ناس ما زالوا ما تدفنوش، سما ما زالوا ما حتى تجي لي بومبي الصباح باه تديهم صلاة الجنازة وما يعرفوش يصلوها.
هذا هم الإسلاميين وش يكونوا هذا؟ سألنا العيادة، سألنا علي بالحاج، قلنا له شكون اللي دار البيانات؟ أنا قالك لا علم لنا. دوك شكون فهمونا شكون اللي كان يدير في البيانات؟ اسكو انا نمشي مع نور الدين الى حد بعيد انه شوف الاسلاميين استعملوا، الاسلاميين كان فيهم ناس كانوا هزوا السلاح من الاول باغيين، هذا هو الخط، والاكثريه منهم كانوا ضحيه كضحيه كل كجزائريين كل. لكن النظام هو الاكبر، هو اذا الاسلاميين ذبحوا زوج عباد النظام ذبح 1000 مقابل لهم. يعني ما نبغيش نبرئوا في الاسلاميين، لكن حتى الاسلاميين اخطاوا واستعملوا واخترقوا ودخلت بيناتهم عصائر مجرمين وفيهم بعض الناس مجرمين، لكن فيهم ناس ثاني لباس بهم وناس كانوا على حق، كانوا لرفع الظلم، ومع ذلك كان في النظام ثاني كاين رجاله وكاين فيهم ناس حركه ودخل دخلونا في بعضنا وخلونا نذبحوا بعضنا. يا عجب، يا ربي جزائري يذبح خو جزائري. نعم. بكلمة طاغوت والاخر بكلمة ارهابي. يقولوا في زوج لا اله الا الله. نعود انا للحقرة اللي عشناها احنا كجزائريين. انا كنت نخدم في وزين تحليب، هم يعرفوا تعباتنا. يجونا الشرطة في الليل زعما باه يحرصوا علينا على باه يحرق. شكون اللي كان يحرق المصانع؟ شكون اللي كان يحرق المدارس؟ هذه أسئلة لازم تجاوب عليها كل الجزائريين يعرفوها. شكون اللي كان يحرق؟ كانوا يجوا الشرطة على الآخر كيروحوا يديوا الحليب باطل. بأي حق تدي أنت الحليب؟ بأي حق؟ أنا أعتبروها سرقة، بصح ما تقدرش تقول له لا لا. يدخل للانتروبو يهز كيما يحب. إذا جاونا 20 شرطي، كل شرطي يهز 10، إحنا كنا نخدموا هذوك القراعي تاع البلاستيك، يهز 10 قراعي كل شرطي. 20 ضربها أنت في العشرة قداها؟ 200 قرعة تروح هكذا. بأي حق يديها؟ تجي تحرس ولا جيت تدي في الحليب؟ زيدوا يحكمونا هذوك جماعة النيجا اللي مغطي وجهه. يحكموك في الليل، انت راح تخدم على الخمسه، تخرج من الخدمه على الربع نتاع الصباح ولا رايح على الخمسه نتاع الصباح تخدم. يحكموك التفتيش، السبان، طيحت الهضره. يا رجل واش درت لك؟ انا راح نخدم، راي كارت بروفيسيونيل، راني خدام في البلاصه الفلانيه بيسك كانوا زين معروف. يا ولدي انا راح نخدم. اسكت ما تهضرش، ترجعش الهضره، هبط راسك. وش هذا؟ حنا كي نحكيو لوالدينا حكايه يقول لك هكا كديرنا فرنسا. انتقموا انتقموا منا انتقام، سواء بكل الذل اللي شفناه في هذيك المرحله. وخلي كيما يجيو كيما قلت لك بين جماعه المحشوشه ثاني نفس الشيء، يجيو بطريقه ثانية في الليل، يجيو للقهاوي في رمضان سورتو ويدخلوا على الناس. انا حكموني خطره في الوقت اللي هربوا جماعة لومباس، الحبس تاع لومباس تاع التاجولت، كي هربت 1200 هذه السجينة. أنا هي كانت كنا عندنا شكوك ليلة عرفة تخدم، وإذا كان إذا عيد غدوة أنا ما نخدموش، إذا ماهوش عيد لازمك تخدم. إيه رحت أنا على الربعة نتاع الصباح، الخمسة رطيت البيس تاع الخدمة، يلا نستنى نهبط نهز سيارات هذيك لي فروت كيما نسموهم حنا كلود نيستا. يحكموني يا صاحبي، داروا بي أربعة من الناس يفتشوا فيا، راح يفتشني. قلت وش بيك هذا؟ وش كان غير الخير؟ قال لي، قلت له وعلى بالك حالة عيد؟ واحد تلقاه مرازي لابس نظيف، اسمها حالة عيد يعني، مجد واحد روحوا للعيد. قلت له أنا حالتي حالة كنت في الحبس أنا. قال لي هربوا جماعة ورانا نفتشوا في الويدان في هذيك. يا صاحبي هاي الكارطة، داري لنا واحد الكارطة على بالك احنا شكينا. قلنا لهم يا ناس رانا كرهنا من لابوليس، كل مره يحكموك يديروا لك مشكل على جلد الخدمه، وحنا نخدموا في الليل نخدموا الصباح بكري، لازم تديروا لنا حل، ديروا لنا كارت بروفيسيونيل تثبتنا بلي نخدموا في البلاصه الفلانيه. نعم. اللي علق ما يديرونجيوناش بزاف. يا خويا كوارتي،
يحوسوا يذلوك هكا تعود تقول تا وراني رايح انا خيراني رايح نخدم ماني رايح نجاهد ماني رايح نهز السلاح ما وخلي اللي في براج اللي كنا نسمعوا بهم وخلي الذبيحه اللي يطيشوها في لي رون بوان وخلي لا صاحبي تجي مروح انت ثاني على الخمسه تاع الصباح تلقى هذه يعني فريمون على بالك بعد الحادثه هذه قتلتني انا تلقى سبعه ثمانيه فوق بعضهم مقتولين في الانترسيكسيون في وين يكون الناس كي تنوض الصباح لازم الناس كل اللي راح تخدم والله اللي خارجه الصباح تشوفهم اسكو هذه وش معناتها هذه ترهيب تخويف هذه كل كانت الدولة اللي تدير فيها ما كانوش الاخرين يقتلوا واحد يجيو السوي يتيروا عليه ويهربوا شفنا قدام شرطي يجيوهم يعسوهم يشوفوا التحركات تاعو من مقر خدمته لخدمة دارو يعسوا طاف يقتلوه ويهربوا قال ها بوليس يتيروا عليه ها عسكري كاين نعرف ثاني واحد عسكري جا وقتلوه قدام بنو هذا مش مات قبل وقتلوه بن عمه نفس النقمة نتاعو قتلوه بن عمه هذه هي برك راح نزيد الذل اللي شفناه في هذيك في العشر سنين هذيك والحقرة والطحين والتيهوديت والشي اللي خلونا نشوفوا في الدنيا ظلمة الدنيا المستقبل ظلمة شفناه من كل جوان ما كانش مستقبل في الجزائر كنا نشوفوا فيها ظلمة 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 طول هذا ما عندي ما نقول نعم شكرا الأخ عيسى تفضل الأخ عبد القادر المهم قبل ما نمر لك فقط العبد القادر أطلب من كل إخوة اللي راهم يسمعوا فينا يأكدوا لي المعلومة هذه في ولاية واحدة أخرى أسكو هذه المعلومة صحيحة ولا غلطة المعلومة وش تقول هو أنه مدوا أوامر جات من الفوق ما على بالناش منين جات المهم مدوا أوامر بحيث أنه في كل منطقة يقتلوا عدد معين من 40 إلى 50 شخص هذا 40 إلى 50 شخص هم الناس الناشطين أكدونا المعلومة في ولاية واحدة أخرى يا هل ترى هذه المعلومة موجودة في ولاية واحدة أخرى أو فقط خاصة بالمنطقة هذه نتاعنا هنا تفضل الأخ عبد القادر شكرا نور الدين ونحيي خويا سعيد في الجزائر ونقول له صبر على كل حال وش نقول لك يا أخي نور الدين يعني إذا كان ابن خلدون قال الظلم موذن بخراب العمران احنا وش نقوله الحقرة ابن خلدون رحمه الله قال لك الظلم كي يكثر في مجتمع العمران هذاك راح الدولة راحت فماذا نقول لما حدث لنا احنا يا في العشرية هذيك أنا يعني كنت نقول من المحظوظين أنني خرجت سالما في 92 ولكن عشت البدايات وحتى لما خرجنا إلى الخارج عشنا كذلك حجرة من طرف السلطات الفرنساوية التي كانت متواطئة مع النظام الجزائري آنذاك وكل الجزائري اللي مشوا إلى الخارج الشبيبة اللي كانت حراقة والإطارات اللي خرجت إلى الخارج السياسيين اللي خرجوا الإعلاميين الصحفيين الفنانين كلنا عانينا الأمرين في بلاد الغربة خرجونا شغل سلخونا من أهالينا وسلخونا من الوطن نتاعنا اللي حبيناه واللي قرينا من أجله باش نرفعوه وباش نضحيه من أجله وكل واحد كيفاش كاين اللي يقدر خرج كان محظوظ عنده أسرة في الخارج وكذا ولكن الأغلبية من الشعب الجزائري المسكين ما كانش محظوظ ولذلك واجه هذه التبعية تاع الحقرة هذه اللي وقعت علينا منذ الاستقلال فهذا هو المشكل حقروا جيل الاستقلال الجيل الاستقلال هذا اللي كان هو الخميرة هو هذيك النواة نتاع النهضة تاع الجزائر كان حراك سياسي كان ثقافة كان فن كان رياضة كان
كل شيء كان يوضح بأن الجزائر راح تنطلق، ولكن ضربونا في العمق، ضربونا في العمق. يعني أنت من المفروض قضية سياسية ولا انتخابات ولا لماذا تعالج بهذا العنجهية، بهذا السوفاجغي هذه؟ علاش فخوا؟ علاش ما تحاورش مع هاد الناس؟ ليش ما تقعدش معاهم؟ ليش ما تلعب لعبة سياسية؟ ليش تروح تفتح المعتقلات في الصحراء؟ يعني تعرض الشعب الجزائري في كل شرائحه، كل مستوياته. الشبيبة حقروها، الفنانين حقروهم، الصحفيين حقروهم، التيار الإسلامي المعتدل حقروه. وكي نقول الحقرة ما يشغل من السلطة، وإنما كذلك من كما قال خويا سامي، كذلك كاين هذوك الإسلامويين اللي هو يقول الإسلامويين، هذوك اللي مبلوكين هذوك في ريصانهم، اللي عنده مش عارف منين جاوا هذوك، مش عارف كيفاش خرجوا هذوك الناس. هذوك الناس ما لا ينتمون يعني بهذيك الأفكار المتطرفة اللي يقول لك لازم نقتل باش ندير دولة. كيفاش تقتل باش تدير دولة؟ فلما ننظر إلى الأمر ننظره بموضوعية، يعني كما قال الشعب الجزائري وإحنا والشبيبة والناس مثقفين وكذا، جينا entre les deux، ما لقيناش لما نروحوا وما لقيناش لما نشكيوا. كم من مفقود، شحال من واحد تفقد. أنا الواحد متحدث اختطفوني من البيت، ولما أخذونا إلى الدرق قالوا لنا أنتم ما قتلتوا بوضياف ربي يرحمه، وأخذونا إلى السكن العسكرية برغاية بالعاصمة، وشفنا كيفاش الضباط كانوا معنا نحولهم السراول. ضباط يجيبوا دي كابيتان، يجيبوا دي كوموندون وينحولهم السراول. يا عباد الله كيفاش هاد الناس لما يخرج كيف وش يعمل وكيفاش؟ قول لي لا رياكسيون تاعو. تلقى كبران في الدرك، مع احترامي لكل اخواني في الدرك، ولكن مش بهذه الطريقه، ماهيش بهذه الطريقه انني نتعامل مع قضيه سياسيه. ما نحقرش خويا، كاين ناس عذبوهم امام نسائهم، جابوا لهم نسائهم من بيوتهم وعذبوهم امام نسائهم في السكنات العسكريه. هل هذه دولة قانون يا عباد الله؟ هل هذه دولة حق؟ ما هيش دولة حق هذه. مش بهذه الطريقة أنني أتعامل مع جزائريين اللي خرجوا استعمار يا عباد الله من قرن 30 سنة، ونحن نناضل أجيال وأجيال ندوا الاستقلال، يجوا خاوتنا يعذبونا ويحقرونا. فهذا هو الانفايرمنت، هذا هو الجو اللي كان. فما نقولش بكل الشرطه حقارين، لا حاشا لله، ما نقولش كل الدرك حقارين حاشا لله، ما نقولش كل الجيش حقارين لا حاشا لله، وما نقولش كل الاسلاميين حقارين لا حاشا لله، وما نقولش كل الديمقراطيين حقارين حاشا لله. ما ننساوش كذلك اللايكيين اللي داروا هذيك لو جروب هذاك اللي كان يختطف الناس، كان يختطف الدكاترة، الدكتور تاع واش يسموه الحراج، كان يقطري باب الزوار، اختطف من هذه المجموعات المتطرفة اللي تقول احنا ديمقراطيين ولائكيين ونناضل من اجل الديمقراطية. هل هذه الديمقراطية يا عباد الله؟ مش هكذا انني اتعامل مع شعب تاع ثورة، شعب اللي خرج اكبر استعمار من بلاده. فهذه التراكمات أخي نور الدين، هذه التراكمات هي اللي الشبيبة، أنا ذاك شباب يعني الجيل تاعي أنا، بدأ يشوف الجزائر، بدأ يشوفها ظلمة، بدأ يشوف مؤسسة الدولة ظلمة، بدأ يشوف الدرك ظلمة، بدأ يشوف الشرطة ظلمة كذلك. فمنهم من هرب، ومنهم اللي تميزر في البلاد وراه مهبول في البلاد. كثير من الشباب النخبة إبعارات،
نعرف انزيني هنا باب زوار في كان ديريس ومات او مهبول في الجزائر كانوا يسبحون بحمده باب زوار في ليمات لا فيزيك ذكره مهبول شوف يعني والأمثلة كثيرة أمثلة كثيرة كاين نساء مسكن هبلو كاين يعني علاش لماذا التعامل مع أخي اليوم راني معاك نور الدين نختلف معاك سياسيا نروح نقتلك ونقتل عائلتك وتقتلني علاش هذا الأمر لماذا لا نجلس لماذا لا نتحاور في هدوء لماذا لا نحل مشاكلنا يعني حل متحضر كما الناس المتحضرين وش راه يقع في سوريا أيها الإخوة الجزائريين اللي ما عاشوش المأساة وش راكم تشوفوا في سوريا وفي ليبيا عينة صغيرة مما حدث في الجزائر لأن الجزائر آنذاك كان ما كان لا انترنت ولا صحافة ولا أي شيء داروا علينا حصار إعلامي واللي يتكلم عن الجزائر في الغرب يأخذوه ويعتقلوه أي واحد يتكلم شوف الشباب اللي كانوا في فرنسا داو بوركينا فاسو كاين شباب كثير أخذوه إلى غير ذلك ما عندكش الحق باش تتكلم وتمد المعلومة وتمد الحقيقة لأن الحقيقة في الجزائر ماتت والحقيقة كما نعرفه هي أول ضحية للحرب وخاصة الحرب إذا كانت حرب قادرة وإحنا لما نتكلموا على الأمور هذه باش ما نمسرناش من جديد مش من أجل أننا نعاودوا هذه المأساة ونعاودوها نعم هذه الأمور تسمحنا نحطوا فيها في الضوء نحطوا فيها على البرة باش الناس يشوفوا رواحهم يشوفوا وش أجرموا في حق الشعب نعم أخي نوردي خاوتنا ما من المتعامل الأجانب نذكروا الشبيبة اللي كان ليزانجينيور اللي كانوا يذبحوهم في شفا شكون اللي ذبحهم هذه العدالة لو كانت العدالة مستقلة تبث في الأمر يروحوا للمتعاملين يعني يجي يخدم لك بلادك تروح تذبحوا بأي حق تذبحوا من أي جهة كانت يا إما إسلامي ولا إسلامي مخترق ولا الدياراس ما يهمش فهذا وش وقع لنا يا للأسف الشديد ونشأوا وإذا كما قلت إذا ابن خلدون قال الظلم موذن بخرب العمران احنا وش نقولوا على الحقرة هذه دمرتنا وما زال نعاني وهو أخونا سعيد راهو في البلاد وراهو يشوف بأم عينيه يعني النتائج تاع المأساة اللي مازلنا نعيشوها والحقرة الآن في الجزائر يعني وصلت لواحد الدرجة تفاقمت لأن ما عالجناش المشكل لو أن الدولة والإعلام الجزائري فتح الأبواب نتاعو كما راهو نور الدين راهو عمل في إذاعة وطني نتجاوز تلك المأساة نحكو نخرجوا الحقيقة شكون اللي قتل وعلاش قتلت وشكون اللي قال لك قتل وكذا ومن بعد نتسامح ومن بعد نتصالح فيما بيننا ما يصرش الاحتقان مرة ثانية ولكن نظرا لأن المشكل ما تعالج علاج موضوعي وعلاج صحيح فالله لا يقدر وما نتمناوش لبلادنا باش يعني فيه احتمال كبير أنها تزيد تنفجر مرة ثانية ونخلي الكلمات نعم شكرا للأخ عبد القادر المهم على جل باش نختموا البرنامج الأخ مولود ومن بعد نجي لك الأخ عبد الله سعيد من بعد الأخ نتاع كندا مصطفى سمير ومن بعد فؤاد الأخ مولود من بريطانيا الأخ مولود بقونا النقطتين الأخيرتين هل ترى انتهت الحقرة في الجزائر وردت الحقوق لأهلها وش هي الرسالة اللي توجهها للحقارين وين مكان هذا الحقارين أخ مولود أخ مولود نعم تفضل نعم تخبرت عليك الأخ مولود ترى عندك خلل في الخط تاعك لا قلت لك هل مستطاع أن تعيد علي السؤال من فضلك قلت لك السؤال الأول هو يا هل ترى انتهت الحقرة في الجزائر يا هل ترى ردت الحقوق الأهل هذا الناس اللي تحقروا ردت لهم الحقوق
وش هي الكلمه اللي توجهها للحقارين؟ على كل حال الانسان اللي راه عايش يعني اللي راه يتابع الاوضاع في الجزائر يعني ما يقدرش يعني هذا السؤال هذا عنده شغل كانك يعني راك تستهزئ بها ولا كانك راك تحقر فيه. تقول الانسان هل انتهت الحقره في الجزائر؟ هذا السؤال يعني بداته اسمع لي على التعبير نور الدين لان السؤال في ذاته حقره. السؤال في ذاته حقره يعني رانا نحطوا نطلعوا نشوفوا الحقره هي احنا رانا نسمعوا يقول لك يعني باللي ناس انا يقول لك باللي ارواح تروح وراها البلاد راها ولات سمنا على عسل والناس راها وانتم راكم تزيدوا علينا فهمت البلاد راها هايله كل شيء راهو كاين البلاد راها هاينه وروحوا خطيونا وعفونا وبركونا من ما تخلطوا علينا وكذا احنا حابين نعرفوا اذا كان الحقره راه انتهت في الجزائر. هذوك انسان اذا حكى لك اذا كان مثلا عنده نظره يعني كما نقولوا ضيقه يعني كما نقولوا عنده بونسي سوبجكتيف كي يحبط مثلا هو عنده مثلا المعارف يعرف ما يدوز يعني لاباس عليه في المطار ويقضي 15 يوم. هذا اذا جاء عندك وحكى لك هذاك قال لك بس هو تصادق ولكن ما راهش ما شافش الجزائر برؤيه موضوعيه يعني رؤيه شامله. هاوليك يعني دوك انا اذا تسقسيني انا مثلا تقول لي مولود مثلا الفتره الاخيره اللي حبط فيها الجزائر نقول الحمد لله انا صح انا حبطت شفت العائله تاعي الحمد لله ريحت مع ولادي ريحت مع الاهل الحمد لله خلاص نروح لو كان بقى تما نطول تماك ونروح نحوس على الشغل ولا نروح مثلا نشكي ندير شكوى ولا الدرك ولا الشرطه ممكن نلقى صعوبه بها. فاذا اذا شفنا الجزائر ضيقه فاكيد يقول لك الحقره ما كاش يعني انا نرجع برك كاين الحادثه صارت في ايطاليا اظن في بدايه السبعينات ممكن الاخوه يعرفوها ممكن اصبرني الاخ مولود يا الاخ الكريم قلت لك من فضلك يرحم الوالدين نتاعك طفي الميكروفون يا صاحبي راني مضطر باش نخرجك ما عنديش حاجة واحدة أخرى قلت لك طفي الميكروفون لأنك لما يكون هناك تشويش ثم في البيت نتاعك يخرج ويولي يشوشنا على الحوار طف هاك تفضل الأخ مولود شكرا. قلت كما أسلفت كانت واحد القضية معروفة بليبيري روج في إيطاليا كان فيها عنف إيطاليا جست على عنف مدني قوي بصح كانت دولة كانت عندها مؤسسات وعالجت الأمور بطريقة بهدوء وجابت كاع المجرمين هادوك وحسبتهم ودخلتهم السجن وما تضر حتى شعبي. حتى كيفاش نلحقوا اليوم مثلا دوك أنا كي يروح واحد مهبول من واحد مثلا يعني راسو خشين من الجبهة الإسلامية يروح يقتل ولا يروح يهتك أعراض الناس ولا يتعدى على الأموال تاعهم وما كاش دولة اللي تعاقبوا. أنا من بابي أولى نعاقب الدولة هذه اللي راهي غايبة يعني هذا شيء كما نقولوا هذا كما نقولوا شيء بسيط يعني الإنسان يخمم يقول ما كاش دولة. أنا كي أنا في الجزائر إنسان اللي يعتدي عليه واحد يجي يعتدي عليه أول شيء اللي ديره هو أنك تبلغ الشرطة. هذا كأنه رد فعل فطري يعني هذا علاش لأن كان دولة ماشي أنت اللي تتصرف كان دولة هي اللي تقيم الحدود هي اللي تجيب المجرمين وتقاضيهم وتحكم عليهم. فإذا هاد الناس تجاوزوا والدولة تسمى الدولة راهي تسمى كما نقولوا الدولة شغل الشعب كما احنا يعني خلونا من التفكير هذا ما نظن اللي التفكير هذا شغل الناس. انا عشت الثمانينات شوف الحقره في الكوميساريا قبل ما تكون الجبهه هذه وقبل ما يكون والو
يا ناس والله واحد الحقره غير انا شخصيا دوك نحكي لكم انا صرات لي انايا وما نحبش نحكي على نفسي. كنت عائدا من الشاطئ كان في عمري واقيلا 16 سنه هذيك في 83 ولا في 84 عائد من الشاطئ كانت واحد السياره سوبر ميرا فيوري حبيت نمشط نسقم روحي هكذايا يعني. جبت لوطوروفيزور هذاك حليته نسيت ما رجعتوش جالي واحد من الدرك وهذيك السياره كانت متوقفه قدام مقر تاع الدرك جالي واحد من الدرك قال لي اروح دخلني لداخل يا والله غير برك عليا ضربني بواحد الضرب المبرح اللي قعدت نقول يا ربي واش درت وانا صغير قاعد يضرب فيا واحد الضرب بابا ما ضربنيش هكذا والحكايه ما خلصتش انا وكي لحق للدار بابا شافني هكذا قال لي واش بيك قلت له ضربت قال لي شكون ضربك قلت له راح هرب بابا زاد ضربني قال لي كيفاش ما تشفاش على هذا اللي ضربك يعني لحق واحد الامور هنا كانت الجبهه الاسلاميه هنايا تروح للاستاد برك تروح مثلا تشوف مقابله داخل مثلا داخل بشي هذا مثلا ندخل معك وجبه تاع طاعه مثلا كاسكروط ولا تدخل معك للاستاد ينحيه لك ويرميه لك وتنتقي ضربك بالكف كان بوليسي نورمال كان داير تير الشعب هذا الكبت هذا ومن بعد واحد كي يشوف الحاله شغل انا كنقول لك كاين شي ناس باش نفتحهم اللي داروها في التسعينات كان الكبت هذاك اللي كان حاملوه في الثمانينات في الظلم تاع الشرطه وتاع الدرك اللي كان عاملته في الشعب الجزائري الظلم اللي صار في 1980 في تيزي وزو لما ناضوا لما كانت الحركه هذه في تيزي وزو اتدرون ماذا وقع هل عندنا هل درنا مثلا يعني هل عندنا يعني الاحصاءات واش صرفت في هذاك الوقت نعم صار ظلم كبير وهنا كانت الجبهه الاسلاميه هنايا ما كانتش عندنا الجبهه الاسلاميه علاش مثلا لما كانت الجماعه تاع بوي علي مثلا داروا تمرد وعلاش هذاك الوقت الدوله صرفت يعني بحكمه راحوا الجماعه هذيك تبعوهم بالواحد يعني قضوا عليهم ما سمعنا بحتى شعبي مات ولا ذبحوه ولا قتلوه علاش ما تصرفوش بالطريقه هذه كان عندهم جهاز كانت عندهم العداله كانت عندهم واسمه الاعلام كان عندهم الشرطه الدرك كلش وحتى الشعب معاهم يعني الشعب ما يوقفش معك يوقف معك اذا كان مجرم يدخل شكون هذا المجرم هذا اللي يروح يسرق الناس ويروح يقتل في الناس الشعب يوقف معه خلونا يعني التخمام هذا يعني سبحان الله ما الانسان ما الا كان ندرس الامور هذو ندرسهم ومثلا الانسان اللي ما عاش مثلا انا ما شفت واحد يعني تنذبح قدامي نعم بصح كي تسمع مع الوقت تسمع الا دير روحك في بلاصتو هذاك الانسان كيفاش يتصرف في المستقبل واحد كنت نعرفه قال لي سمحوا قال لي مكسروا النار يتصنع الناس هذو ما اللي شغل داولهم ولادهم وكذا النساء هذو وهذاك الانسان اللي كان يتحدث معايا داو له الساعه ديالو الساعه تاعو يعني فقدها سمعنا وهو يحكي لنا على الساعه ديالو قلت له انت الساعه تاعك داوها لك سمعنا وانت تحكي لنا على الساعه تاعك على ساعته كانت غاليه قلت له هاد المراه هذه فقدت لفت الكبده تاعها رحت له ما تقولها يعني كسرت لنا راسنا شوف الناس كيفاش تتمم عيش هذاك الشيء هذاك ومن بعد تكلم عيشوا جربوا ومن بعد تقدر تتكلم. نعم. هذا ما عندي ما شكرا اخ مولود الاخ سعيد قبل اسمح لي قبل ما نمر لك كاين واحد اخ جديد معنا ربما عنده مشكله في الميكروفون الاخ اللي دخلت معنا قلت لي حسام من لونيس من تيزي وزو مرحبا به. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش راكم؟ الله يبارك فيك. جماعه كاع. لاباس الله يسلمك. الأخ حسام مانيش عارف إلا كنت تتبع فينا من قبيل ولا؟ لا هذا وين دخلت. أوكي. دونك الأخ شوف حنا الموضوع نتاعنا اليوم هو حول الحقرة في الجزائر والمأساة يعني الأمور المتعلقة بالمأساة يعني بالفترة هذه تاع السنوات نتاع الدم والدموع. صبرني كاين ثلاث إخوة
والله الا 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 تسمحوا له نعطي له الكلمه، هو واحد من الاخوه اللي ما عليها باش نلقى البارك. اوكي اوكي شوف. شوف الاخ الكريم، فقط راه كاين واحد البوطون ثم في السكايب، كاين واحد البوطون تاع الميكروفون شوف كاين البوطون الحمراء هذيك، لا لا كاين بوطون تاع البلوس، لا لا كاين بوطون واحد اخرى تاع الميكروفون هذيك، عبز عليها باش يطفل الميكروفون، كي تجي تتكلم عبز عليها باش يعاود يتفتح لك الميكروفون. اوكي داكور، شكرا شكرا. تفضل الاخ سعيد. تفضل الاخ سعيد من اسبانيا، من بعد نجي لك سمير ومن بعد فؤاد، تفضل. دونك السؤال قول السؤالين الاخيرين الاخ سعيد، هل ترى انتهت الحقرة في الجزائر وردت الحقوق الأهل تاعها؟ وش هي الكلمة تاعك اللي توجهها للحقارين هذو منين ما كانوا، سواء كانوا إسلاميين ولا علمانيين ولا ناس راهم في البوفوار ولا وين ما كانوا هاد الحقارين؟ دونك صح، دونك الكلمة دونك سمعت واحد الأخ قال ديمقراطيين واللائكيين، دونك لازم نقول باش نديرو رد سيدي دو كونسيبت مفهومين مختلفين، الواحد يكون ديمقراطي ماهوش لائكي، دونك ما لازمش نخلطو الامور، خاطر مام اللائكي سمعت الاخ من الجزائر يتكلم حول ما تعرض له في العمل، والاخ من كندا، الاخوة لازم يعرفوا من 1958 منذ اغتيال عبد بن رمضان ونحن في الدولة بوليسية. دونك سي المخابرات من المالك الى الاسام الى الدارس، دونك من 58 ونحن تحت راية الاستخبارات. دونك الاسلاميزم والاسلاميين في بارتي دو سيستيم، لازم يعرفوا الناس والاخوة باش يقول الاسلاميين، باسكو سمعت واحد الاخ قال تنتقدوا في النظام ونسيتوا الإسلاميين. يا أخي لو تدرس تاريخ الجزائر المعاصر قبل الإسلاميين في بارتي دو سيستيم، اللي عاونوهم باسكو في الوقت هذاك اللي عاونوهم جوست بور فير باراج على مونتي دي كومونيست على ليبوك بور فير ليكيليبر، مي حدث واش حدث. دونك حتى البويالي وقضية زبربر وهذا 1989 لا مونتي دي زيكستريميست المتطرفين اللائكيون الإسلاميين. على بالك الأخ نور الدين حتى المذكرات الرئيس الراحل شادلي الجزء الثاني حتى اليوم ما خرج لي يكتب ولا يعاونو في كتابة لي ميموار ديالو ولا الذكريات، قال بلي لاغريمون الاعتماد اللي مدوه للفيس واللي مدوه للار سي دي، باسكو سي دي دو بارتي اكستريميست، باسكو واحد كي دير تحليل تعطي اعتماد لحزبين متطرفين لو توقع الثوره. لا بروف اون 92 نلقى الفيس في الجبل ونلقى الار سي دي مع لا ميليس تاع توفيق. دونك لازم الواحد يقول باللائكيين والاسلاميين في بارتي دو سيستيم. علاه اللي داروا هذا العربي بالخير اللي هربوا من الجيش فرنسا، علاه مدوا الاعتماد لهذا المتطرفين باش الشعب الجزائري يخيروه بين لابيست والكوليرا، بين الطاعون والكوليرا. Donc, la troisième voie, on va rester toujours sur la domination du FLN. Mais, ça va, ça va. Donc, une seule, la qadiyat al-mufkouti, qadiyat al-tadib, qadiyat al-irtiyalat siyasiya, nahb, ya khouya, lou kan wahed, yedros, wesh sara f 63, في الانسيركسيون دو 63 لارمي دو بمبلا لا في لا ميم شوز، قامت بمجازر. دونك النظام منذ انطرس، دونك الى دي باز، دونك الى ديكتاتور.
لا نروح السؤال الثاني. الكلمة اللي توجهها للحقارين. دونك الحقارين دونك جو سي با سي سي كي باسكو مو جو بار توجور دو سيستيم نقول ممكن راه كاينين اللي راه محقارين راه يسمعوا فينا سواء كانوا في الشرطة ولا في الدرك ولا في المخابرات ولا من ابناء الشعب من الاسلاميين راه كاينين اللي راه يسمعوا فينا ربما كاين منهم اللي راهو ربما يشوف يسمع الناس ربما يتاثر بالكلام تاعهم ما يتاثروش حب السلطه ما مازال الناس يقولوا فخامته دونك دونك نلهبوا البلاد ما مشكيتش يسمعوا ولا يتاثروا باش نعطي امثله الدول البوليسيه عبر العالم وعبر التجارب اللي صارت في العالم دونك دونك جوست يشوفوا الدرس تاع ليبيا كيفاش صار القذافي دونك سي سي لو بير سيناريو كو جو نو سويت با بور لالجيري دونك سي كيما باسكو الانسان كيشوف الاستبداد العسكر والمافيا المافيا الاقتصاديه لا بوليتيك فونسيير لازم يعرفوا بلي حتى الكي جي بي في العهد في الاتحاد السوفيتي وما صوفوش لي كريمينال سي لا ميم شوز في الارجنتين رغم انهم في الدوله بوليسيه واغتالوا حتى اليوم في الارجنتين يا الاخ نوردين مازال يلقاو مقابر جماعيه هم داروا الانتقال سلس للسلطه دون الحقيقه والمصالحه كما صارت في جنوب افريقيا لكن النظام الجزائري انا اقوله واعده ربما هذا اللي عاش يشوف كي فيفرا فيرا السيستم هذا يا باسكو افيك لا شوت دي بترول افيك لي بري دو بترول ان بو بلو اشتي لا بي سوسيال كيفاش اسمو لا بي سوسيال المارا ما يقدرش يشريها لو كليما كي سو الناس كي اونطور الحاله الاقليميه راهي راك تشوف في ليبيا دونك نروحوا لدوله القانون هو احسن سيناريو نروحوا لدوله القانون صار حقيقه ومصالحه دونك سي ليكزومبل دو لافريك دو سود مي سون باسكو اللي قتلوا ماشي سو باسكو يقولوا واحد سو باسكو سمعت احد لي كلب كيما واحد كيقول لا بور دو شونجي دو كوم سمعت هذه اللي قالها واحد هذه قالها رضا مالك نعم دونك هذا الانسان واللي مثال واحد يقول انا واحد الجنرال سمعت في واحد الصراحات قال بلي حنا اون سي كو اون بيردر جوسكا 60000 الجزائريين دونك هؤلاء لازم يتشارعوا كيما تشارع الرئيس السربي كيفاش اسمه ميلوزوفيتش اللي دار مع الجزائر دونك كيما يدير حتى هذاك عمر البشير في السودان كيما يدور السعود الى كيفي فرافيرا كنا هؤلاء لازم يتحاسبوا هم رؤساء الفتنه بما فيهم هذوك من الاسلاميين باش نروحوا لدوله القانون وشكرا. شكرا الاخ سعيد. تفضل سمير من امريكا ومن بعد نجي لك فؤاد ومن بعد الاخ لونيس. تفضل سمير. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. الاخ نور الدين بديت معكم مع الاول نعم بقاونا نقطتين ننطلق معليش تفضل مشكل الله يجازيك نحيي الاخوه كامل المشاركين والمستمعين لهذا الموضوع هذا اللي دائما كل ما نفتحوه يألمنا ونتألموا زيد انا كلامي على واش قال الاخ اللي كان يحكي قبلي ان الحقره هذه كانت ممنهجه كنحكوا على المأساة نقصدوا بها ما نقصدوش بها مثلا الحقرة اللي كنا نحكوا عليها البارح أخ نور الدين نحكوا
على وصرف التسعينات، على التعذيب، على الاختفاء القسري، على القتل، على الذبح، على الاغتصاب، اغتصاب النساء، النساء اللي كانوا محقورات، الدراري الصغار، نحكوا عليهم ونقولوا أن هذا الشيء ما جاش عفوي. أنا هذا رأيي، ولو أني كنت نشوف الإخوة أنهم يعني كي يحكوا عن الإيديولوجيات والإسلاميين والعلمانيين واللائكيين، إحنا رانا نهضروا على الحقرة. الحمد لله مادام اتفقنا هنا، تلاقينا كامل هنا في هذه الندوة، رانا قاع فينا خير، ومالغري مختلفين في يعني رغم أننا مختلفين في الأفكار والإيديولوجيات، بصح رانا كامل متحدين في موقف واحد أننا ضد الحقرة. الإسلامي كي يشوف إسلامي خوه يحقر يقول له أنت حقار ويوقف ضده، والعلماني كي يشوف خوه العلماني يحقر يقول له أنت حقار ويوقف ضده، وهكذا. واللائك ونفس الشيء بالنسبة للائك وبالنسبة للملحد. خلونا احنا نمشوا من هذا المنطلق. اللي صار في التسعينات الأخ نور الدين عفوا اللي صار في التسعينات كان ممنهج بالعاني، كان مبرمج، كانت ردة فعل نظام ضد شعبه. شعبه ما انتخبش عليه، ما طالوش ما صوتلوش، انتقم منه، نزع الثقة منه. نعم نزع الثقة منه، بارك الله فيك، نزع الثقة منه، عاود رجع حاله. وذكر الأخ اللي قبلي، واحد يقول لازم الخوف يبدل الجهة تاعو وين راه. نعم. شنو هذه الهضره؟ هذا التهديد، هذا مباشره، هذا يدخل عليها حبس هدايا. سبحان الله. نتاقموا من الشعب، كي نقول الشعب مانيش نقول نتاقموا من الاسلاميين، نتاقموا من الشعب. كنا نذكروا الاخوه، ذكرنا نذكروا ان حتى رجال من الشرطه هما قالنا تحقروا، رجال من الجيش تحقروا، رجال من المخابرات تقتلوا لانهم وطنيين، لانهم حقانيين ضد الحقره، قتلوهم، جاوا في طريقهم على خاطش. واش دا اخ كمال يخرج الله يرحمه، يخرج من الجزائر ويحط سلاح ويروح لفرنسا ويموت في فرنسا؟ واش دا يا اخي هو اللي كان يحكي معنا؟ نعم ربي يرحمه. نعم كامل رجال الجيش ورجال الشرطه، كامل الوطنيين اللي ضد الحقره، الاسلاميين واللائكيين اللي ضد الحقره، والملحدين اللي ضد الحقره، اللي جاوا في طريقهم نحاهم كامل، خلصوا. مغنيين شاب حسني وعلاش قتلوه؟ اسلامي علماني علاش قتلوه؟ واسمه هذاك اللي قطعوا له راسه تاع قسنطينه، يا ربي نسيت اسمه، عزيز واخي شاب عزيز، واش دار هذا؟ واش دخلوا في البوليتيك؟ الدراري صغار واش دخلهم في البوليتيك؟ هذه حقره ممنهجه، رده فعل تاع النظام اللي ما انتخبش عليه الشعب. الشعب كامل ما انتخبش عليه. اوي حبيتوا تنحونا من السلطه هذه، دوك تشوفي ما لوش ندير لكم. خلطوها كامل وخلطوها بيناتنا، كما قالوا الاخوه يشعلوها بين رجل الامن اللي يقول الله اكبر ويصدم، وبين الاخر اللي يرفد السلاح ويقول الله اكبر ويصدم. ها هو صرا بالعاني. يعني كي نحكوا باش ما يشوفناش بالك السامع او يسمعني يقول احنا رانا نميلوا للاسلاميين، لا، أنا ضد النظام، لانه هو اللي منهج هادشي، هو اللي كان برمج انه يدي البلاد للحاله اللي جلست عليها واللي رانا فيها حتى الان، واللي هو عليها يتعلق السؤال. مازال للان الظلم، وراهم اسلاميين يا اخي، تنحاو يا اخي، ترماو يا اخي، تقتلوا يا اخي، تخطفوا، وراهم اسلاميين دوكا. ما مش في الطريق يا اخي، ما كاش دوله تاع افغانستان، ما كاش دوله تاع الوهابيه، ما كاين والو، وراكم نتوما. واش درتوا في البلاد هكذايا؟ خربوها. ومازال للان الحقره زمان بالنفس، ينحي النفس وسيل الدم، دوكا ينحي لك الدراهم من جيبك، اسكت ما تهدرش، تقشف وخليني نعيش. هاي الحقره. حنا حقانيين، حنا ناس تلاقينا هنا يا جماعه، باختلاف ارائنا، باختلاف مشاربنا، حنا تلاقينا باش نوقفوا ضد الحقره. انا لو كان يظلم بابا نجي ضده نجي ضده، نوقف ضده، نقول له علاش. وهذا لو كان يظلم عدوي، كان يعني عدويا، وبابا يظلمه، نقول له لا ما تظلموش، ربي حرم الظلم، ما تحقرش، كاين طرق كيفاش نجيب حقي، خليني بيني وبين عدوي. فما بالك بواحد مسكين ضعيف، امراه مسكينه،
أم مسكينة يحرقوها، واش دارت الأم يا أخي؟ وليدها ولي إرهابي، سبحان الله كل شيء ممنهج. يضربوا العباد بالكفوف، يضربوهم بالكفوف، يقولوا ما عادش حال طلع للجبل. وشنو هذا؟ كانوا يديروها الاخرين. ها يا سيدي، اللي رفضوا الجماعات الاسلاميه اللي رفضت السلاح كانوا يديروا هكا، كانوا يضربونا يقولنا روحوا دخلوا للشرطه باش تقابلونا، ما كانوش يديرونا هكا. ولكن حنا شعب كنا بيناتهم، حنا يجوا لا حول ولا قوه الا بالله، يجوا الجماعه الاسلاميه يقتلوا واش يقتلوا، يديروا واش يديروا، ومن بعدك حنا اللي نشبعوا الذل. يجي النظام يقول انتم راكم توكلوهم، انتم راكم تبيتوهم، دوك شوفوا واش نديروا لكم. ما عندك الدروات تدي قاضي. يا سيدي معليش، واحد دار فيا تهمه يا خويا، عندي الدروه ندي محامي، شارعني انا يا خويا، تقول عليا ارهابي، ما كاش مشكل، امشي دير اجراءات الجزائيه، اعطيني حقي انني نحامي على نفسي. علاش تعذبني؟ علاش نموت انا في الطابله وراهم المختطفين؟ يا سيدي خلاص راحت الماساه، هادو مساكن امي مات يا ربي سبحان الله، الكبده تاعهم تحرقت وماتوا مازال ما عرفوا ولادهم وراهم، مازال اللي راهم حيين نقول لهم هاوليك قبر وليدك، مات فوق الطابله، هاوليك حرقناه في الطريق، مانيش عارف واشنو هذا. علاش الان هادو مع العوائل تاع الناس اللي تخطفوا للان ما عندهمش الحق يعرفوا وراهم الكادر تاعهم تاع ولادهم؟ كاين اللي داو لها راجلها وليدها، كاين اللي داو لها زوج ولادها، كاين اللي داو حتى نساء وتخطفوا، كنت عم بالي غير رجال، حتى نلقى حتى نساء متخطفين. الجاء الظلم، الحقره الكبيره جدا جدا كانت من جهه النظام حاشاه رجال الامن الشرفاء، حاشاه رجال الدرك الشرفاء، حاشاهم رجال الجيش الشرفاء. يعني كي نحكو على الحقرة يا ناس، رانا ندافعوا على ناس ماتوا، حنا رانا حيين، رانا ندافعوا على ناس ماتوا، وهذوك الناس اللي ماتوا هما اللي شافوا وما عارفين شكون اللي حقرهم، خلونا نردوا لهم حقهم، ما نضربوش حنا مع بعضنا بعض، خلونا نسيو نجيبوا لهم حقهم. واللي صرف البلاد حتى الان مازال ما بان، ما لازمش يوقف الاسلامي مع الاسلامي مهما يكون ظالم ولا مظلوم، لا ظلم غلط، قتل ظلما يتحاسب. علاش قتلت؟ واش دالك؟ هذه نفس تاع ربي سبحان الله، واش دالك؟ هذا هو لازم هكا ندوروا على هاد الجماعه يا عباد الله، لازم نحوموا حول هاد الموضوع، ما يجبدش كل واحد الفكره تاعو هكا باش تخرج نتيجه باذن الله. نعم. السؤال اخ نور الدين، الحقره مازالها الان كيما هضرت راهي بكل الطرق، يعني الفساد راهو الان فقط الدم واش يسيل، للاسف راهو يسيل في الطرق، يعني السيوف عليهم في الطريق، ويعني في حول في المرور، وروح ورسالتي لهاد الحقارين نقول لهم النهار تاعكم راهي في الحين تغرب الشمس، في الحين تغرب الشمس، وما راكم تعومون ضد التيار، ما راكمش عايشين، راكم ضد ربي، راكم اقعد في الودير واش تحبوا، ما يخلصوش الشعب، ما يخلص الغاشي، ما يخلص انت اللي تعيا، تقعد قد ما تقتل تعيا، مع الاخر لازم تعرف يا الحقار باللي راك ضد ربي، راك تحارب في ربي، وفكر انت ولا تقدر ولا ما تقدرش. الله يهدينا وسمحوا لي جماعه. السلام عليكم. شكرا الاخ سمير. تفضل الاخ فؤاد. فؤاد من فرنسا، مرحبا بك أخ فؤاد. نحن في نهاية هذا البرنامج، بقونا نقطتين هذو إذا كان دير مداخلة باش نختم البرنامج. تفضل الأخ فؤاد. ألو ظهروا أنه عنده الأخ فؤاد ربما عنده خلل في الجهاز نتاعو، ربما في انتظار عودة الأخ فؤاد ظهروا أنه عنده مشكلة. المهم أيضا الأخ نتاع تيزي وزو ثاني خرج، دير عيسى مداخلة أخيرة باش نختم البرنامج. ما ريبوندي برك على جوج إلى الآخرين، هل ما زالت الحقرة في الجزائر؟ نعم نعم ونعم ونعم وألف نعم،
اللي ما عندوش المعرفة في الجزائر محقور، اللي ما عندوش الكتاب في الجزائر محقور، واللي ما عندوش الرجال هو محقور. قالوا اللي ما عندوش الوالي يموت فيه شعبه مدفون، هذه قالها الجرموني. الجزائر ما زالت فيها الحق راه الى يومنا هذا، وزادت استشرت وكثرت ورايحه الانفجار خطير من هذا الحقره هذه والظلم اللي راه في الجزائر، والبن عميس والمحسوبيه كل المشاكل اللي تعرفها الدنيا هذه كاينه في الجزائر. سؤال الحقارين، واش نقول للحقارين؟ نقول لهم يا حقار، العود اللي تحقره راح يعميك، اتقوا الله، خافوا ربي، راهو جاي النهار والله انتو هما الاولين راح تسلكوا على بالك كلش نتسامحوا فيه الا الحقره ما تسمحهاش. واحد اللي يتهان ويتذل ويتحقر ويحس بروحه ما عندوش قوه، نهار يلقى الفرصه يا بابا والله ما يخلي واحد. وهاد الناس اللي راكم يقولوا حروا فلسطين، هذا هما اللي راح يدوروا عليكم والله يا اللي يا مسؤولين في الجزائر. اخي عيسى، عيسى مسؤول رئيس الجمهوريه. عيسى جبد شويه برك الميكروفون، جبد شويه الميكروفون باش نعم تفضل. والله يا المسؤولين، من ابسط مسؤول الى اكبر مسؤول في الجزائر، والله غير راح تسلكوها غاليه لو كنت تبقاو بهالطريقه هذه، وراح تدفعوا الثمن وراح تديوا الجزائر للخلع. نقول لكم حذاري ثم حذاري وثم حذاري، لان اللي رانا نشوفوا فيه واش راه الخطر اللي راه يحيط بالجزائر راه يستناو في الانفجار. وانتم راكم تدعيوا الاحتلال. وزيد نقول كلمة للجيش، الجيش بدون مساندة شعب ما يدير والو. الشعب إذا ما كانش وراه الجيش، إذا ما كانش وراه الشعب يامن بهذا الجيش صح يدافع عليه، راهو ما يمشيش معه، راهو يكون ضده. والمثال هو في سوريا، سوريا ماشي قضية بدلوا النظام، قضية حرية. احنا شفنا ناس في سوريا الذل اللي كان يعيشوا فيه يعلم به ربي، يجي واحد خليجي هذاك المسؤول والله هذاك الشرطي يديروا خير من ولد بلاد لانه سائح. ما لا حذر يا مسؤولين، يا اللي تحكموا في الجزائر، يا اللي تصرفوا في الجزائر، والله يوم تعدلوش الامور والله العظيم راح تولي عليكم، وانتم الاولين راح تدفعوا الثمن، لان الاكثر يا ما عندهم راح يخسر. يقول لك انا زوالي، ما عندي فيلا، ما عندي قصر، ما عندي مرسوداس، ماني حاكم بوست، يسمى ميت ميت باي طريقه راني ميت، ما انتم هما اللي راح تخلصوا. هذا اللي لاعبين انا باس بهم، والدنيا راهي مليحه والجزائر راهي بيان وانا مكملين عليها هاك، والله انتم هما اللي راح تدفعوا الثمن. ثم حذاري وحذاري وحذاري يا حقار، يا اللي تحقر والله يا حقار، العود اللي تحقره يعميك. وهاني نعاودها، والسلام عليكم، وربي يفرج علينا ويفرج عليكم ان شاء الله. وعليكم شكرا. تفضل محمد سعيد، دير مداخله اخيره باش نختموا البرنامج. شكرا اخي نوردين، واشكر الاخوه الذين بذلوا الجهد من أجل إظهار الحقائق. أنا أقول وأردد وأؤكد أنني في الجزائر بعد 33 سنة من غيابي عن الجزائر في بريطانيا، وأعيش الحجرة في أوج وأقصى قمتها الآن، ومن خلال المآساة التي أعيشها يومين أخي نوردين، كل ما أتمنى أن هؤلاء العملاء، هؤلاء الذين ليس لهم علاقة بالشعب الجزائري وبالتاريخ الجزائري، أن يرحلوا قبل
أن تحدث مأساة ثانية ولن يكون أنا أقول ولن يكون لها حل، لأنني طبعا إنسان أفكر بعقلي وليس بعاطفتي. الجزائر أصبح عبد في وطنه الذي حرره شهداء هذا البلد، ما يمزق قلبي وما يمزق أمعائي أن الجزائر أصبح يذل من طرف عصابة ليس لها علاقة بالشعب الجزائري وتعمل بالنصوص. لما أقول بالنصوص، النصوص الدستورية التي حرفت من الدستور الأول التي تم إنشاؤه عام 1963. ليس لي ما أقول، أنا إنسان محترف، أتيت للجزائر لأدير مشروع من أجل حماية حدود الجزائر، لكن لما وقعت في إطار مؤامرة ومكائد لم يستطع هؤلاء الأندال والأوغاد من نيل هدفهم، تحولوا طبعا إلى وسائل أخرى، ومن بين هذه الوسائل هذا الموضوع المهم والخطير، أقول الخطير جدا، على الأمة الجزائرية وعلى الشباب الجزائري، لأنني أؤمن بشباب الجزائري. لماذا أقول شباب جزائري؟ لأنه يمثل، أقول أخي نور الدين، لأنه يمثل الديموغرافيا الكبرى بنسبة 73.2%. أنا أتكلم من خلال الإحصائيات. إخواني الذين شاركونا في هذا الحوار أخي نور الدين، كلهم يتكلمون على نفس النقطة. الأخ عبد القادر لقد عاش هذه المأساة، الأخ عيسى لقد عاش هذه المأساة، الأخ سعيد لقد عاش هذه المأساة، سواء كان قبائلي أو لا يهمني، المهم هو يتكلم باسم جزائري. أؤكد أننا نتكلم باسم الجزائر وليس باسم أي منطقة في الجزائر. لابد أن نكون حذرين، سواء القبائل الشوية أو إلى غير ذلك. نحن هنا في منبر إذاعة وطني، هذه الإذاعة المباركة، أقول هذه الإذاعة المباركة ولا أخشى أي إنسان. لقد تحدثوا معا على الخاص أخي نور الدين في الوقت الذي كنت أتكلم معك، قال كيف يا أستاذ سعيد الباز، رأخذ أن ابتعدت عن هذه الإذاعة، هذه الإذاعة العميلة للنظام، ورجعت إليها، فقلت أنت راك غلط يا شيخ، كيفاش قلوها وأجددها، وأفتخر أنني على إذاعة وطني، إذاعة وطني عميلة للنظام. نعم. هذا لا شك هو أنه يكون معارض شريف، هذا سير يكون من المعارضة الشريفة. من هذا نعطيك حتى الاسم نتاعو إلى حبيت. ما فيش مشكلة. أنا أخشى إلا إن الله سبحانه عز وجل. ما فيش مشكلة. ما دمرنا نحكي الاسم نتاعو بالاسم الآخر، وراه كان صديق معك، وراه اتصل بك في إطار المصالحة الوطنية وكتاب المصالحة الوطنية ورفضته. شكون هو هذا الشخص؟ رفضته، هذا الإنسان رفضته لأن طلب منك. قول الاسم نتاعو، شكون هو؟ سعيد، باش يسمعنا يعني. باش نوضعوا الأمور في حد ذاتها. أعطينا اسمه هذا على جل باش يعرفوا الناس شكون هو العامل تاع النظام. أعطينا الاسم نتاعو. اتصل بك في إطار ترجمة كتاب المصالحة الوطنية من العربية إلى الفرنسية، وكنت طلب منك تكاليف. قلت له يا أخي، يلا إلا راهو راجل يلبس سروال نتاع الرجال يجي قابلنا على العام والناس تسمع. نعم هذا هو اسمه. اتصل بيا، أنا ما نعرف جدو كامل، هو اتصل بيا قال لي من أجل باش نترجم لك الكتاب. قلت له أنا تفضل، قال لي نعطي لك شغل مقطع من الترجمة، هز مقطع من الترجمة نتاع شوشان اعتقد، والله مانيش عارف هكذا، ترجم مقطع من المرشة من الترجمة. ومن بعد قلت له واصل، قال لي انا تدفع لي فلوس.
قلت له انا كيفاش انا الكتاب نتاعي رايح ندفع، انا رايح نعطيه للشعب باش يقراه غراتوي، انت حبيت تدي عليا درهم؟ هذا هو. ومن بعد هذا الشخص هو مكلف بمهمة بلوكيتو، هذا وش كين، هذا هو معارض للنظام صحيح، هذا في ظرفه هو واحد من المخبرين نتاع النظام، لأنه هذا الناس يخافوا من الحقيقة. هاهو إذا راهو راجل، راني عارف باللي راهو يسمع فيه الآن، إذا راهو راجل يلبس سروال نتاع الرجال يجي يتفضل ذركا لهنا، لو كان من مرمدوش قدام ربي وعباده ما نسماش أنا باللي راجل. يلا رانا على المباشر، أعطي له الاسم نتاعو يلا يجي. اسمح لي أخي نوربين، أيوة. باش نكونوا على الأخر، أنا لا أغير الأمور، أنا صريح وشفاف كالماء. يتصل علي على الخاص ويقول لقد خيبت ظني، لقد خيبت ظني فيك يا أخي سعيد، ظننتك أنك أصحاب مبادئ وأنك تنتمي إلى عائلة ثورية التي ليس لها أي ذنب في إطار هذه الأمور التي تسرى الخزينة، لكن عدت إلى العميل نور الدين خبابة، هذا ما يقول عن الخاص. ومن بعد حتى الأخر تعالى تفضل يلا يجي، لا راهو يلبس سروال رجال، يلا يتفضل يجي، علاش يخاف؟ علاش يخاف الناس يسمعوا الصوت نتاعو؟ يخاف الناس يعرفوا الصوت نتاعو؟ يلا يجي يتفضل يتفضل، حنا رانا نبانوا بالصوت وبالصورة، إلا كان راهو راجل يلبس سروال رجال يلا يجي يعرفوه الناس، إلا كان راهو رجل. أعطونا الاسم من فضلكم تاع الحقارة هذايا باش نعرفوه. إذاعة وطني هذه ذوك أنت، هذا الناس ما يسمعوا لهاش، راه مخرجت لكم خلعة، قنوات فضائية كامل، صحف عندهم مئات صفحات الفيسبوك، وخرجت لكم خلعة إذاعة وطني يسمعها مجموعة من الناس. المهم أخي نور الدين، أعتذر وأعتذر بالإخوة المحترمين الذين سهلوا في إدراء هذا الموضوع الهام الذي ما زال يعاني منه الشعب الجزائري من كل الفئات، سواء من الطبقة الكادحة أو سواء من المسؤولين الذين ما زالوا يدافعون على الجزائر ويدافعون على مبادئ الشهداء الأبرار. أتمنى أن يكونوا دائما في الاستماع، ودائما في الاستماع إلى إذاعة وطني، لأنها ليس لها أي شيء إلا من أجل مصالحة وطنية، مصالحة الشعب الجزائري من أجل بناء الجزائر شعبا ودولة. مشروع المساءلة الوطنية نعمل به وأعتقد به وأؤمن به قلبا وفكرا، لأنه ثقافة وليس فقط مشروع. أتمنى هذا الحوار الذي أثريته أخي نور الدين والإخوة المشاركين المحترمين والمستمعين والمستمعات على إذاعة وطني أنهم استفادوا من هذا الحوار، وكل الحوارات التي تهدف إلى بناء الجزائر، إلى مصالحة وطنية حقيقية، إلى طبعا الحفاظ على سيادة الجزائر شعب ودولة وتراب. وأتمنى في المستقبل أن طبعا هؤلاء الإخوة الذين هم في الاستماع، سواء من المعارضين أو المعاديين وإلى غير ذلك، أن يستيقظوا أن الجزائر هو بلدهم وليس لهم بلد آخر. المجد والخلول لشهدائنا الأبرار، لقد ضحيت بكل ما أملك من أجل بناء الجزائر، وأنا في الجزائر، وأنا على يقين أنني كما يقول لك راني حياتي في خطر. لقد اتصلوا بي بعض الإخوة قالوا لي يا أستاذ أرحل من الجزائر، سوف يكون مصيرك مثل مصير محمد بوضياف رحمه الله، لا أريد إلا الشهادة في جبيل في جميع بناء الجزائر. شكرا. تفضل الاخ عبد القادر، دير مداخله اخيره، تفضل. اصبر اخي سعيد، ما تكون قوي، فهمت؟ عهدناك قويا فكن قويا يا اخويا سعيد. المهم
المهم احنا ما فهمنا والو سي نور الدين، واحد يقول لك انت اسلاموي واحد يقول لك النظام، ما فهمناش وين نحطوك خويا نور الدين. ايه درك لما تقرب الناس هذوك اللي راهم هما دوك عندهم توجه اسلامي بين قوسين وتحكي انت حقيقه يقول لك انت من النظام، لما تجبد على جماعه نتاع النظام تحكي على حقيقه يقول لك انت اسلامي انت ارهابي، فهمت؟ والحقيقه هذه تزعج الناس الكل. لماذا؟ لانه الناس ما عندهاش مع الاسف الشديد القابليه نتاع الحقيقه. الحقيقه هي لما تكون على الغير، لما تكون تقيسه هو لا. دونك لما تقول مثلا باللي راهو مثلا واحد اسلامي يحقر باللي واحد علماني يقول لك ما كانش منها، العلماني هو اللي يحقر الاسلامي. دونك لما انت تقول باللي الاسلامي راهو يحقر العلماني، العلماني هذاك تطيح له على القسطو تاعو. لما انت تقول العلماني هذاك باللي انت راك تحقر الاسلامي يقول لك لا 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 الاسلامي هذاك تطيح له على القسطو تاعو. وهكذا درك هذا واش يحوسوا على الحقيقه اللي تخدمهم. وكلهم متورطين، انا راني دايرها شعار، كلهم متورطين. كي الناس اللي راهم كانوا في الفيس، ما مش كامل الناس اللي راهم كانوا في الفيس، كاين منهم اللي راهم متورطين في الدم، كاين اللي متورط بالفتاوى، كاين اللي راهو متورط في العماله كان يخدم مع المخابرات، والناس اللي راهم كانوا في النظام كيف كيف متورطين، متورطين في الدماء، كاين اللي بالجهل نتاعو، كاين بالحقد نتاعو، كاين بالغرور نتاعو، كاين بالسلطان نتاعو، كاين بالجهل نتاعو، كاين اللي تصفية الحسابات متورطين. والمواطن كيف كيف، لانه هاد الناس هادو اللي راهم ماتوا هادو ما جاوش من كوكب واحد اخر، هادو راهم جزائريين، وهادو استطاعوا من خلال هذا المكر نتاعهم، من خلال هذا الخداع، هو انه يقدروا يوسيوا الناس. يعني تخيل انت درك مثلا الان احنا رانا نحكيوا على المباشر في وقت بكري، ما كانتش هذه الامور، كانت الناس يتلاقاو زوج ولا ثلاثه قالوا بالك من هلك نور الدين خبابه، فهمت؟ اتونسيون بالك منه، حل عينك منه في وقت ومن بعد هما واحد يقطعوا له التليفون تاعو، واحد يهدوه، واحد يبعثوا له رساله. حنا استطعنا بالشجاعه نتاعنا ومن خلال هذه الوسائل نتاع الانترنت هو انه نفرضوا عليهم واقع. الرساله مشات مش غير فقط للجزائريين، مشات للعالم كامل. جزائريين دوك اللي الان راهم موجودين في الخارج، هذوك ربما تسيطروا ولا تخوفوا الجيعانين. الناس راه هذوك الان ماشي تخمم على اللفت وتخمم على القرعه، والله بكري الناس كانت تخمم على البنان وعلى الكيوي، خلاص الناس راه تخمت درك. هذه الناس اللي كنتوا في وقت من الاوقات لقيتوا الجهله، لقيتوا الناس اللي قدرتوا تستعملوهم وقدرتوا تغلطوا الناس، دوك لقيتوا ناس اذكياء فاقوكم بالذكاء. هذا هو. والامكانيات اللي كانت عندكم في وقت سابق، كانت عندكم التلفزه، الان راها قنوات على الانترنت على الفيسبوك. الان احنا لو كان ما جيناش ولات اصول وما جيناش احنا ولات فاميلا، احنا قادرين، انا والله العظيم شخصيا، انا شخصيا نحكي لكم على نفسي، والله لو كان نحب غير بالمونتاج ندير فيكم فراسه كما يقولوا في البلاد، وحدي ندير فيكم فراسه. ولكن انا مانيش احنا رانا نحوسوا على الحق. الانسان اللي راهو في الشرطه، في الدرك، في المخابرات، في كل مكان، وراهو هو ولد فاميلا وماهوش حقار، ماهوش ظالم، هذا راهو خونا، خونا نحطوه فوق روسنا. احنا رانا فقط ضد الحقارين، وهذا الناس اللي راهم ضدنا هذو اللي مشوه يديهم، هذو اللي مشوهين بالقتل، هذو اللي مشاركين في السرقه، هذو اللي راهم مشاركين في الدماء نتاع الجزائريين، هذو هم اللي راهم ذركه بالاسماء المستعاره، لانه ما عندهمش الشجاعه باش يبانوا. الخطر لو كان يبانوا يعرفوهم الناس. لذلك احنا نواجهكم بالوجوه العاريه، واللي راهو الروح راه في يده يحكمها. يا ما هددتونا ويا ما خوفتونا ويا ما وصلتوا حتى انه للعائلة نتاعنا،
ولكن منكم اللي ماتشين تلموتات نعرفكم بالاسماء، منكم اللي ماتشين تلموتات وحنا رانا مازلنا عايشين وراه ربي مكتب لنا الحياه. صحيح هو انه مرينا بظروف صعبه، صحيح هو انه الله غالب مرينا بظروف صعبه راه ربي على باله بها، ولكن مع ذلك الحقيقة دوك راه تتبع فيكم. درك هذا الشخص هذا اللي درك انا ما ذكرتش الاسم نتاعو، هو عندي الاسم نتاعو، هذا اللي راه هو ساهم في القتل نتاع عيسى بتيش، هذا روك راه يمشي ويطرطر حسب روحه مجاهد هو حركي، هذا دوك راه يمشي ويطرطر يخاف. لو كان درك الناس هاني قادر دوك انا ندير فيديو غدوة، ندير فيديو لو كان جيت انا فقط راني من نوع نتاعكم انتوما نتاع الانتقام، قادر غدوة ندير فيديو ونذكره بالاسم وبالوسم وعندي الصوره نتاعو ونفضحو قدام ربي وعباده. حنا هاد الناس اللي راهم يسبوا فينا وراهم يتهموا فينا، اللي عنده السروال الى راه طرطاق هذا راه راجل، راجل يلبس سروال الرجاله يلا يتفضل يقابلنا على المباشر. كل انسان من هاد الناس اللي راهم مشاركين في الدماء وفي الدموع ومشاركين في هذا الحقرة اللي مورست على الشعب الجزائري يتفضلوا على المباشر يجيوا يتكلموا، وتأكدوا باللي ما نظلموهمش. وقاسما بالله لو كان نعرف روحي باللي راني ظلمت واحد والله النوم والله ما يديني، والله العظيم غير مستعد لو كان غدوة يظهر باللي هذا راهو طرطاك والله واحد من الناس اللي جبدنا الأسماء نتاعهم باللي راني انا ظالم في حقه، قاسم من بالله غير غدوة ندير تسجيل بالصوت وبالصورة ونعتذر له قدام ربي وعباده. النهار اللي راني انا نشرت شيء وانتقدت عليه بن فليس، انتقدته تكلمت عليه ومن بعد ظهر لي باللي علي بن فليس باهوش هو السفير، درت تسجيل بالصوت وبالصورة واعتذرت له، واتصل بيا هو بالهاتف واعتذرت له، ويا اخي راهو على باله واللي تلاقى معاهم راه يقولها لهم، اتصل بيا بالهاتف واعتذرت له خطر عليه المعلومه اللي جاتني غلطه، سمعت الزوج ولا ثلاثه من الناس ولقيتهم فيما بعد باللي مكلفين بمهمه في ثلاثه، كنت انا نعتقد باللي راهم معارضين ومن بعد اكتشفت باللي راهم يخدموا مع المخابرات في ثلاثه، واعتذرت له. وغدوة لو كان هذا الناس اللي أنا غلطت في حقه غدوة نعتذر له بالصوت وبالصورة، أي إنسان راني غلطت في حقه غدوة نعتذر له ونسلم له على راسه. بصح لما نشوف روحي باللي راني على الحق قاسما بالله لو كان ينوض بابا من القبر والله ما على بالي به، والله لو كان غدوة بابا ينوض من القبر ولو كان يتعين لي باللي راه هو مشارك في ترويع جزائري والله مشارك في الدم نتاعو غير نتبرأ منه بالصوت وبالصورة بابا. اما كي نشوف روحي باللي راني الحق اضرب الزرنا شوه دير صفحة في الفيسبوك اكتب دير وش حبيت، دير وش حبيت والله ما على بالي فيك. تفضل اخي عبد القادر ومعذر. شكرا اخي نور الدين. والحقيقه اخويا نور الدين يجي النهار وتظهر الحقيقه، يعني الحقيقه مثل الشمس واش تغطي واش تغطي، يعني فين دار يجور اللي الشمس يعني تبان يعني والحقيقه تظهر. نرجعوا للموضوع الحقره والمأساة، شفنا واش الحقره واش وصلتنا الى مأساة، هذه المأساة يعني قريب دمرت الجزائر مجتمعا ودولة، يعني هذا الأمر لازم نديروه مليح مليح في رصاننا أيها الجزائريين أيها الجزائريون أيها الجزائريات. الحقرة هذه تؤدي إلى الاقتتال بين الجزائريين، الحقرة هذه تؤدي إلى الانتقام بين الجزائريين، الحقرة هذه تؤدي إلى الانتحار، انتحار الشباب، الحقرة هذه تؤدي إلى العنف في المجتمع، العنف اللفظي والعنف الفيزيائي والعنف من كل يعني الدرجات نتاعو. الحقرة هذه تؤدي إلى هجرة الشباب، خيرة الشباب. الحقرة هذه تؤدي إلى الحرقة،
شباب يموت في البحر، شباب يعني في عز الشباب تاعو. الحرقة هذه تؤدي إلى تصدع المجتمع، تؤدي إلى تخلف المجتمع، تؤدي إلى تفكك المجتمع، تفكك الدولة، ذهاب الثقة في المجتمع، تؤدي بنا إلى الثورة مثل ما هو يحدث في سوريا، مثل ما يحدث في ليبيا، مثل ما يحدث لنا. الحقرة تؤدي إلى الانتفاضات. فكلمتي لي أولا نبدأ بنفسنا حنايا. لازم أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات اللي عم يسمعوا فينا، نبدأ بأنفسنا، ما نحقروش بعضنا بعض، ننبذ الحقرة، نمقت الحقرة في خطابنا، في سلوكنا، في المحيط بتاعنا. ما نحقروش ولادنا، ما نحقروش جيراننا، ما نحقروش بعضنا بعض. يا للأسف الشديد الجزائر اليوم لما تنزل للجزائر يشوف باللي القوة والعنف والخشونة هي الفحولة والرجولة. هاو المشكل، مشكل فكري، مشكل ثقافي. الشبيبة اليوم يشوف الروح القلق يتعنف ويكون خشين هو وفحل هو راجل. هذه عقلية فاسدة، هذه عقلية منحرفة، هذه العقلية ما تدي بنا إلى أي نتيجة. الراجل يحقر مرته، يحقر أولاده، يحقر جيرانه. فها نشوف التراكم تاع الحقرة وين وصلنا. فأوجه كلامي لكل جزائري ابتداء من نفسي، في أي موقع كان، في شرطة ولا الجيش ولا المؤسسات الأمنية الأخرى ولا المحاكم ولا القضاة، مؤسسة تعليمية، كل المسؤولين، بأن اللي يحقر يتحقر، والحقار هذا جبان. وإذا حقرت ولو بالعين يجي النهار اللي تتحقر، لأن ترجع لنا الغاب، مجتمع الغاب، الحوت الكبير يأكل الحوت الصغير، ما كانش قانون. هذا ما نراه في البلاد. وأقول بأن الحكم أساسه العدل، والحقرة توذن بخراب العمران وبخراب الدولة والمجتمع. الحقرة تهدم المجتمع وتهدم الدولة. شوفوا واش حدث لصدام حسين لما كان يظلم في شعبه كيفاش مات. شوفوا القذافي لما كان يظلم في الشعب تاعو كيفاش مات وكيفاش كانت نهايته. شوفوا بن علي. فأدعو من هذا المنبر إذاعة وطني أننا لا نريد الانتقام، واش صرع صرع، وإنما نريد كشف الحقيقة. والحقيقة مرة كما قال أخي نور الدين، الحقيقة مرة على الجميع. نريد التصالح بين الجزائريين، نريد المصالحة الحقيقية بين الجزائر، باش نبنوا الجزائر، باش نستفيد من طاقات البلاد، باش نكونوا دولة إقليمية قوية بين الأمم. هذا واش نحبوه، واش نريد. فندعوكم، ندعو المثقفين، ندعو الإعلاميين، ندعو الجامعيين، طلبة يفكروا في هذا السرطان الاجتماعي، هذا الحقرة، والتفكير جماعيا في إطار الحوار الهادئ، في إطار البحوث، باش نبحثوا عن العلاج. لأن هذا المرض، لأن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج. كما حدث لنا تراكم تاع الحقرة بعد طرطقة الجزائر في المأساة الوطنية، كذلك الحقرة اللي راهي في الجزائر اليوم راح تؤدي بنا إلى مآسي ومآسي أخرى. فأنهي كلامي وأقول يعني البلاد والدولة اللي مبنية على الحقرة ما تروحش بعيد. فانتبهوا قبل فوات الأوان. وهذا كلامي من بوتفليقة وخوه إلى الترقي في الصحراء. يعني كلنا معنيين بهذه القضية هذه، لأن الحقرة ستفجر المجتمع والدولة. وبارك الله فيك أخي نور الدين مرة ثانية، وبارك الله في الإخوة اللي شاركوا معنا في هذا الحوار، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا للأخ عبد القادر. أخ مولود دير مداخلة أخيرة باش نختموا البرنامج. مولود، أخ مولود هل تسمعوني؟
تفضل الأخ سعيد من إسبانيا، دير مداخلة أخيرة باش نختم البرنامج. سعيد دير كلمة قصيرة باش نختم البرنامج، تفضل. لا اسمح لي اسمح لي. تفضل. نضيف. أيوة. تفضل مولود، تفضل المولود. دوك نعاود نرجع لك الأخ سعيد. نعم، نشكر الأخ عبد القادر. أنا عندي دائما يعني هذا السؤال اللي طرح نفسه دائما، أنا بعثت يعني رسالة، يبقى دائما السؤال المحجور هو نبقى دائما نتكلم، ماذا نعمل؟ ماذا نفعل؟ ماذا علينا أن نفعل؟ نبقى دائما نتكلموا هكذايا، سواء رانا حقرين القدرات تاعنا، رانا حقرين، ما عندناش ثقة في روحتنا، ما عندناش ثقة ما بيناتنا. هذا ما يمن هذا، هذه حقرة يعني. يعني الإنسان دوك يهضر الصح، الإنسان اللي يجي يبادر باش يدير شيء، أول شيء تجيه في الدين يبدا يشك. هل مازال عندنا هذه العقلية؟ إذا راه مازال عندنا هذه العقلية هذه نقولوها، نهضروها يعني ونصرحوا ما بيناتنا. نعم. ما بقاوش نغطوا دوك، يعني ما بقاش دوك، نبقاو غير نتكلموا. يعني إلى ماذا؟ أنا قالي تراني إن شاء الله راني على الأبواب الدخول النهائي للجزائر. ماذا نفعل يعني؟ سبحان الله، يعني ما نبقى دائما نتكلم هكذا. الناس عياء والله، كاين ناس يسمعوا فينا بالك سمعونا شوية هكذا وخلاص راحوا، يعني الناس عياء، بقاش الكلام هذا يفيد كاع. خلونا من هذا الكلام هذا، إنسان يفعل. تحقر إنسان في حومتك، أوقف، جيب زوج ثلاثة من الصالحين، قال نديروا حاجة، دير حاجة، راك دير في حاجة مليحة ومعك ربي، ما تخافش. نعم. ما تخافش. وش هو المطلوب الأخ مولود؟ المطلوب هو أن نعمل. وش هو؟ اقترح علينا، أشوف أنه وش هي الأشياء اللي نعملها، تفضل. لو كان أيا في الموضوع هذا مثلا تاع الحجرة. نعم. أنا عند الإنسان اللي يشوف قدامه مرأة تحقرت ولا واحد تحقر وما يدخلش روحه، هذا عندنا إنسان حقار. هذا درك الآن الحمد لله راه ولات هذه الوسائل نتاع الفيسبوك ونتاع اليوتيوب، نطلبوا من كل إخوة يا سيدي، راه الآن الكاميرات، راه كل واحد عنده كاميرا نتاع تليفون، صور وانشر. هذا الحقارين لازم يتبهدلوا. شوف الأخ نور الدين، شوف. نعم. أنا نقولها لك يعني بكل صراحة. نعم. شوف الفيديو هذاك اللي داروا الإنسان هذاك اللي كان يصور في طليبة في الشونزيليزي. ها. وعلاش ما راحش عنده يتكلم معه؟ ممكن بلك يهزوه من ثم. كيفاش يهزوه؟ بلك لو كان يتكلم معه يهزوه. لا في فرنسا الإنسان هذا، وعاش في فرنسا يعني ولا لا؟ إيه، ومن بعد إلا كان راه في فرنسا عن بالك أنت راه في. إذا نخاف خلاص. إذا كاين ناس كاين ما عليش. الناس تخاف. لا شك في ذلك، هو أنه كان الناس اللي راه مازالوا درك وما يخاف، بالإضافة إلى أنه فيه قوانين يقول لك باللي ممنوع عليك باش أنت تصوره ولا تنشر بالصورة نتاعو، ولكن مع ذلك راك رايح تروح عنده تقول له مثلا، تقول له أنت راك تستعمل في سياق هذه تاع الدولة، هذا مول الشعب في نزهة، في يعني في ليشونزيليزي. علاه؟ حنا كانت مجموعة هنايا درنا عفسانا نفس الشيء مع واحد أنا سعودي في مسجد زي يعني سعودي، تصرف بأموال تاع يعني المسجد تاع الرابطة، وكلمنا معاه وهضر معاه عادي نورمال وضح وراه المشكل. ما راكش راح تعتدي عليها، راك دير حاجة يعني حاجة بسيطة. نعم. كاين ناس في الجزائر، ناس داروا أشياء هكذا. نعم. دار عملوا أشياء، علاش ما داروا أشياء؟ يضرك أنت ما راكش راح تنتحر. الأخ مولود، ماشي نقولك تروح مثلا أنت تدير مظاهرة مثلا باش تروح أنت تقابل الجيش ولا لا احنا ما كل واحد وكيفاش. الأخ مولود، كل واحد وكيفاش راهو درك هو يتصرف. درك كاين اللي راهو درك هو قادر، راهو مسؤول، راه بإمكان. يا الأخ مولود قلت لك دائما كي تكون مسؤول طفي الميكروفون. درك مرات هو أنك تلقى إنسان مسؤول، راهو مسؤول هو درك في أعلى مستوى، ولا مسؤول صغير بإمكانه هو مثلا باش يصدر قرارات باش هو يمنع الحقرة هذه على الشعب يديرها. الإنسان اللي راهو في وسيلة إعلامية وبإمكانه هو أنه يرفع الحقرة على الشعب يديرها، راهو عنده صفحة مثلا في الفيسبوك راهم فيها مثلا الآلاف نتاع الزوار والله، وبإمكانه هو أنه يرفع الحقرة على الشعب يديرها،
وهكذا دوك حنا دوك لما تتعاون هذه الارادات المخلصه يعاود ترجع هذه الخصله هذه نتاع محاربه الحقره هذه. علاش هي الا تكون فيه يعني توعيه ويكون فيه يعني بلاغات هكذا وانسان ينشر، ولكن اذا ما اقترنتوش بافعال ماديه تجسدها على واقع الارض في الارض انت راك تضرب يعني كما يقولوا الشبك في الريح. نعم. شكون يحبسهم هاد الناس؟ حنا كنا نقولوا الحقره هذه راهي تتمادى، حبسهم الوعي. فهمت؟ الى وعي اكيد الوعي. النهار اللي يكون هناك وعي جماعي على مستوى 48 ولايه كي قرر الشعب هو انه ينفض هذا الناس ينفضهم. ما دام الوعي راه مازال موجود، تذوك هذا الانسان اللي راهو درك هو يسعى على جل باش يرفع الظلم على واحد، وهو يجي واحد يحقر هذاك اللي راهو جاي يرفع الحقر على واحد. شوف الاخ نور الدين، انا قلت لك دائما يعني كما يقال المشوار اللي يبلغ 1000 كيلو يبدا بخطوه. انا مانيش نحكي لك انا الحقره اللي راهي متسلطه علينا من الفوق، نحكي لك الانسان كيفاش يبدا. الناس راهو في العائله تاعو مثلا شاف خوه ظلم الزوجه تاعو ظلمها الا كيتحبسوا. انا نحكي لك من الاسره وروح، مانيش نحكي لك مثلا من كل واحد كيفاش الوضعيه تاعو. انسان مثلا راهو مثلا في الاسره تاعو خلاص يعني قضى على الظلم، وين رباهم على هذاك الشيء، ينتقل للحي وهي رايحه. كل انسان والقوه تاعو. انا عندي قوه نتحكم في مثلا في زوجتي، نتحكم مثلا نقدر عندي سلطان على مثلا خويا ندخن. قال يا راجل احبس اي بنت الناس هذه راك ظلمتها، وهكذا دواليك. علاش ما نقدروش نديروا هكذا؟ نقدروا نديروا هذه وعره، هذه حاجه سهله. نعرف واحد معروف نعرف هذا انسان معروف انه يفري المشاكل. كيكون مشكل في دار ما بين جار وجار يروح يفريها. هذا انسان عندي راهو قدم اشياء ما قدمه حتى بنادم، وما عنده لا فيسبوك ولا هم يحزنون. انسان بكلمته هكذا يعني بالحضور تاعو برك يعرف كيفاش ميس يعني كيشوف حاجه اللي راهي قدامه. انت مثلا عندك ظلم في دارك، ماشي دوك انت راك ظالم مرتك وتروح لي انت، هي تروح لي مثلا طليبه تقول له علاش راك دير هذا الشيء. انا والله العظيم انا ما نحبش نتكلم على الاشخاص، بصح كي نضطر ديفو وكاين ناس راهم ناشطين ما شاء الله في الفيسبوك يتكلموا على الظلم، والله هما غير كانوا حاملين لواء الظلم هنايا. والله حاملين لواء الظلم، ويجي نهار نقولهم لك بالاسماء وراك تعرفهم. كانوا عايشين هنايا داروا الظلم، واليوم ما شاء الله ولاو دي جورناليست كارطة تاع صحفي ويهضر لك على انا هذا ما نمنوش. انا هذايا انا هذا كما قلت انت باشوك تاع النظام هذا غدوة يطلع يرحيك. راك فاهم؟ والله انسان جزائري كان عنده هنا بزنس ما يشتغلش الجزائريين تقتلوا، يشتغل اريتيري يشغل كاع الجناس الا خو الجزائري ما يشغلوش. تقول له لماذا؟ يقول لك الجزائريين ما فيهمش خير. قلت له بما فيهم انت؟ نو. شفت كيف كي تقول له بما فيهم انت يحبس. خطر. يعني انت تعرف الجزائريين كاع نتايا خطر. الجزائريين ماشي ملاح، الجزائريين ما يقدرش يذلو. شفت كيف؟ الله يرضى عليك، هاك جبتها. يعني باش تشوف هادو راهم حاملين لواء، اليوم راهم يهضروا وراهم عمروا راهم مصدعونا يعني بلي فيديو هادو. صح تروح في دارهم والله ما يقدر يفري مشكل ما بين هو وزوجته. نعم. كيكون مشكل ما يقدرش يفري. هاد الناس هادو ما يقدروش يقدموا. الناس اللي يقدم هو الناس اللي يبدا بنفسه هو يكون نموذج لروحه قبل، نموذج تاع روحه يتصالح مع نفسه دابور. كي يغلط يطلب سماح. هذه هي الرجله.
انسان الراجل كي يغلط يقول سمحوا لي غلط. نعم صحيح، هذا هو الراجل. انسان اللي يكره الظلم ويخاف من الظلم، لما يظلم واحد ما يديهش النوم، يبات قاعد. سقراط يقول عنده واحد الكلام، الله استغفر الله يا ربي نسيت، معليش خلي الاخوه. نعم شكرا للاخ مولود. المهم الاخوه الكرام راهو تقدم من الوقت شويه، ديروا مداخلات قصيره. الاخ مازالك، الاخ سعيد والاخ سمير. الاخ سعيد دير مداخله قصيره باش نختموا البرنامج، تفضل الاخ سعيد. دونك سيرا كلوتير. نعم تفضل. نعم دونك الناس اللي تكلموا دونك على الحقره، دونك الموضوع الذي هضرنا عليه اليوم لازم يعرفوا الإخوة بلي هو مشكل، قبل من كل شيء هو مشكل سياسي. نعطيك مثال ما حدث في رومانيا، رومانيا مع شوسيسكو. دونك هناك قطاع بين الشعب وبين النظام. مشكلتنا اليوم باسكو سمعت واحد الإخوة واحد يدعي المعارضة، واحد يا ناس كي نقولوا المعارضة أو لوبوزيسيون كي نكونوا في دولة قانون، لكن اليوم ليعارضوا هذا النظام نحن اليوم كمقاومين ضد الاستبداد وضد الظلم. واش تقوم بار اكزومبل هذه الراديو الوطني ما تدش في المعارضه، راهي في لا فاز دو ريزيستونس، سي المقاومه. كي نوصل للوعي سي لا كونسيونس بوليتيك، نقدر مع الشعب الجزائري اللي كاع محقورين نقدر نديرو ان رابور دو فورس كونتر سو سيستم لا سوجور لا اون بو بارلي دو لوبوزيسيون. دونك مازال نهضرو على المشكل في الاس، باسكو واحد الاخ قال لي واحد يحقر المراه. يا اخي المشكل راجل يحقر المراه كي يروح المسجد يوم الجمعه راح يصلي يشوف الامام يقول للمراه ناقصه عقل، واش تسنى مستنى لا غالب. دونك كي يكون نوصلوا لواحد المستوى يكون عندنا اون كونسيونس بوليتيك، يكون مجتمع مدني قوي، دونك النهار هذاك نقدروا نقلب الموازين. دونك سي سا لا سوليسيون. وشكرا. شكرا للاخ سعيد. تفضل الله سمير دير مداخله اخيره باش نختموا البرنامج. سمير. نعم نور الدين، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. بارك الله فيك الأخ. مداخلة صغيرة فقط، هو طالب يعني من عند يعني مني عيال الجزائريين كامل. قبل ما نقول هذا الطلب نعقب على أخونا سعيد. ماشي الإمام هو اللي يقول المرأة عقلة ناقصة عقل ودين، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قالوا، وما قصدش بها أنها بهلولة، ولا قصد بها أنها ما تعرفش دير تحل معادلة تعماث ولا لا، ماشي هذاك هو الشيء. نفس الرسول في نفس الحديث فهم وش معناتها نقص الدين وش معناتها نقص العقل. صافي هذا هو باش نتفاهموا. حقيقة أننا مرض أننا حقارين نحاولوا نتخباو مور كل حجة، نلقاو برك سبا برك نتخباو موراها باش نحقرو، لأننا حنا ماشي عادلين، لأننا حنا العوج فينا حنا، كل إنسان عنده عوج ذاتي كما قلنا البارح، أن هذا مرض نفسي. فما لازمش واحد يتخبى مركش سبا ولا يقول أنا شفت باباها كان بكري يحقر يما، أنا قال أنا حقر يما، لا يعني أنا قال أنا حقر زوجتي ولا، لازم ما يتخباش إنسان مر الأسباب. أنا الدعوة تاعي نور الدين نقول في آخر الكلمة، نقول يا جزائريين لازم تكونوا ناس عادلين، لازم كل واحد يحط العرقية تاعو يحطها أبار، لازم يكون عنده مبدأ يمشي عليه أنه يكون عادل كما قالنا ربي سبحانه. يعني نحطوا العرقية يحطها أبار، يحط الانتماء تاعو أبار، يحط الجنس تاعو يحطه أبار. يعني لازم كامل كل إنسان يشوف واحد التحقر لازم يوقف معاه، ولو كان يكون هذا الحقار من فاميلة هذا الإنسان لازم يتبرى منه،
لازم يتبرى من العمل تاعو، لازم ينصحو ويقول له لا لا ما ديرش هكا، يحبسه قبل ما يمارس الحجره تاعو، يحبسه يقول له حسبك احبس ماشي هكا. حقارين هادو لو كان ما لقاوناش ساكتين كان ما راهمش داروا واش داروا. الناس انظلمت امام اعيننا وحنا ساكتين. قال معليش هذاك يستاهل، يستاهل على خاطرش ما يفكرش كيما انا، والاخر يعمل نفس الشيء. يا جزائريين ما كانش فرق بين شاوي بين قبيلي بين عربي بين واحد من الصحراء، ما كانش فرق بين واحد عمى وواحد يشوف، ما كانش فرق بين واحد معاق وواحد يمشي، ما كانش فرق. كامل رانا عباد، رانا جزائريين، كل واحد عنده حق تجاه خوه وعنده واجب يأديه تجاه خوه. يا جزائريين لازم نشدوا بعضنا بعض. يا العلماني ما توقفش مع العلماني كي يكون ظالم حتى لو يكون ظلم الإسلامي. يا الإسلامي ما توقفش مع الإسلامي كي يكون ظالم. يا اللائكي ما توقفش مع اللائكي كي يكون ظالم. يا الملحد ما توقفش مع الملحد كي يحقر. يا الشرطي ما توقفش مع الشرطي كي يحقر. نفس الشيء بالنسبة للدركي، نفس الشيء بالنسبة للمجاهد، نفس الشيء بالنسبة لكل الناس. النائب اللي راهو في البرلمان يشوف نائب يحقر الشعب ما لازمش يوقف معاه، يوقف مع الشعب، يوقف مع الحق، باش يوقف مع الشعب، يوقف مع الحق. لو الشعب يحقر ويروح يشعل النار في كاش مثلا مركز الشرطة يقولوا له لا لا نعم حبينا نديروا مسيرة، ولكن ظلم حقرة أنك تشعل النار ولا تحرق ولا تكسر ولا تعمل يعني أعمال يعني يرفضها الإنسان وضد العدل. هذا نداء لازم نحطوه في رأسنا يا عباد الله، لازم نشدوا بعضنا بعض. هكذا بإذن الله نخرجوا من الغرقة، هكذا والله العظيم غير نفلحوا، هكذا رحمة ربي والبركة تطيح علينا، هكذا رضات عربي تطيح علينا. هذه هي الجزائر اللي ماتوا عليها الناس، هذه هي الجزائر اللي حبوا تمناوها الشهداء والمجاهدين اللي ماتوا، لأن العكس الحقرة هي اللي خلات بن مهيدي يرفد السلاح، هي اللي خلات بن بلعيد يرفد السلاح، هي اللي خلات بوبغلا يرفد السلاح، هي اللي خلات فاطمة لنسومر هي اللي ترفد السلاح. كامل يرفدوا السلاح ضد فرنسا باش ينحوا الحقرة هذه. احنا لازم هكاك نعاودوا نرفعوا نفس الشعار. هذا واش حبيت نقول للاخ نور الدين وسمح. شكرا اخي سمير. إذن نحاول هو أن نختم هذا البرنامج، نزيد ربما نزيد نضيف بعض الأشياء. إذن كما راكم شفتوا يعني درنا برنامج البارحة السبت حول الموضوع تاع الحقرة وما كملناهش، يعني وزدنا درنا اليوم برنامج حول الحقرة والمأساة وما كملناهش. راكم تشوفوا باللي الموضوع هذا كبير بزاف وتتفرع عليه أشياء كثيرة وما ذكرناهاش كلها، كاين ربما بعض الأشياء فقط ذكرنا العناوين نتاعها، لأنه هذا الموضوع شائك كبير والحقرة راها مست الناس الكل. كاين حتى قرى حتى بلديات تحقروا، مناطق ولايات تحقروا، يعني كاينين بعض الولايات ما تسمعش بهم، تسمع بهم غير في وقت نتاع كيما يمدوا الاحصاءات هذيك تاع الانتخابات هذيك، قال لك هاي الولايه الفلانيه 99%، ومن بعد خلاص صبر الانتخابات الجايه. كاين ولايات تحقروا، ولايات محقورين من المشاريع، كاين بعض المناطق تحقروا في هذه السنوات نتاع الدم هذه تحقروا، قال المنطقه هذيك صوتت على الفيس ما كان لا تريسيتي ولا 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 غاز ولا هم يحزنون. كاين والي تحقر، الوالي تقع عليه الحقرة، قائد قطاع عسكري تقع عليه الحقرة. كيما يقولوا يعني اختصارا الحوت الكبير ياكل الحوت الصغير، يعني هذه هي. المهم انا الرسالة نتاعي اللي نوجهها لخاوتي الجزائريين والجزائريات،
كما كانوا يقولوا الإخوة، إذا كان شفت واحد هما يحقروا فيه أعرف، وإذا كان أنت ما دافعتش عليه راه يجي عليك النهار. كاينين درك مثلا، أنا مانيش نحكي على نفسي ولكن فقط برك، كاين بعض من الناس أنا شخصيا دافعت عليهم دون وأن أذكر الأسماء نتاعهم، لأنه كنت أعتقد من أنه تحقروا ودافعت عليهم، وما نيش ننتظر منهم يعني أنا على جل باش يدافعوا لي، لأنه عندي لساني وقادر نقول الكلام اللي واحد ما يقدر يقوله. ولكن أنا راكم شفتوا راهم كاين تسجيلات هددتوا بالقتل أكثر من مرة ولا واحد وقف معايا. ويجيك من النهار، يجيك من النهار. هذه الإذاعة هي راها دوكا مفتوحة على جل باش هي ترفع الانشغالات نتاعكم. راهم كاينين الناس اللي راهم يسمعوا فينا، احنا رانا نعبروا بسمائهم، رانا نعبروا بالأسماء نتاع المحقورين ونتاع المظلومين، ورانا حاطين العمار نتاعنا، حاطينهم كيما يقولوا في ركيبنا ونمشيو. يعني كيفاش الإذاعة نتاع وطني تفتح لك المجال على جل باش انت تجي تعبر، وباش تجي انت يا ترفع الانشغالات نتاعك والمظلمة نتاعك؟ يعني كاين منهم اللي وصل هو انه يطعن فينا في الظهر، هذه خدمة نتاع رجال، هذه تطعن في خاوتك، خاوتك اللي راهم درك هما كيما يقولوا دايرين الوقت نتاعهم، مسخرين الوقت نتاعهم على جل باش هما يساهموا من خلال رفع المعنويات ومن خلال رفع الوعي هذا على جل باش الجزائريين الجزائرية تتحركوا وياخذوا المسؤوليات نتاعهم. تجي نتا هذاك الباصيص هذاك نتاع الامل هذاك، تجي نتا على جل باش تسكروا، من بعد راهو يجيك نار غار، تاكد ربي راهو هو راهو يدافع عن الذين امنوا غير كون كاني. هذ الناس اللي راهم صادقين والناس اللي راهم مخلصين وراهم يخدموا على البلاد، حتى اذا كان راهم الناس تنكروا لهم اليوم، حتى اذا كانت حقروا اليوم، راه يجي نهار اللي ينصفهم التاريخ. هام كاينين الناس مفكرين وعلماء كانوا مهمشين، وهام درك راهم الناس الان راهم يتناقلوا في الافكار تاعهم، وراه يجيك من نهار غاكون كانيين. المهم اتمنى هو ان رانا افدناكم بهذه المعلومات هذه اللي احنا رانا ذكرناها في هذه الحوارات هذه. اذا كان حابين تشاركوا معنا في الاذاعه نتاع وطني، اذاعه نتاع وطني راها منكم واليكم. انا راني مجرد قرصون، راني نسعى على جل باش ننشط هذه الحوارات. بطبيعه الحال هذه الاشياء اللي رانا نقوم بها هي محل اجتهاد، رانا نصيب ونخطئ، اذا كان اصبنا رانا ننتظروا في الاجر من عند ربي، واذا كان اخطانا فمن انفسنا ومن الشيطان. نطلب منكم الإخوة والأخوات اللي راكم تتبعوا فينا، إذا كان رانا غلطنا في حقكم، والله ربما رانا مرات على مرات هو أنه نتجاوزوا بعض الخطوط الحمراء، ربما نتيجة نتاع العاطفة، ولا ربما نتيجة هو أنه الإنسان يتمس في الجرح هكذا في العظم يصرخ يعيط. المهم نطلب منكم على جل باش تتجاوزوا هذه الأخطاء نتاعنا. اما الناس هذوك اللي راكم انتم قاعدين فقط تتصيدوا في العثرات نتاعنا، اللي راهو قريب ليه البحر يروح يشرب الماء نتاعو. تحياتي لكم جميعا، اشكر كل الاخوه، سامي من كندا، محمد سعيد من بريطانيا، عيسى من كندا، الاخ عبد القادر من كندا، مولود من بريطانيا، سعيد من اسبانيا، سمير من امريكا، فؤاد من فرنسا، الاخ اللي اتصلت بنا من تيزي وزو للأسف شديد ما شاركتش معنا. المهم نتمنى إن شاء الله المرة الجاية تشارك معنا، والأخ عبد الله من بلعباس. نتمنى إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم، إلى ذلك من حين تقبلوا تحياتي وبارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام الجزائر حررها الجميع وأخطأ في حقها الجميع ويبنيها الجميع.
هذه مساعدتين وطنية. حد مين؟ شيء عدو وطني.